طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا ان شاء الله مع برضة الورك شوب بتاعت الـ الـ الريفت اي بي اي اه هي احنا الريفت او الورك شوب بتاعتنا العنوان بتاعها انتروداكشن تو ريفت بي اي يوزنج سي شارب طيب ليه انتروداكشن؟ لان احنا مش هنتعمق في الريفت اي بي اي مش هناخد كل حاجه فيه لان عشان ناخد كل حاجه فيه هياخد وقت كبير جدا مننا الحاجه الثانيه ان انت عشان تبقى فاهم في حاجه او تتقن في حاجه فيها بعد ما فيها او تاخد الاساسيات بتاعتها وتفهمها وتاخد وقتك فيها فهنركز على البيزز او الاساسيات اللي انت بدونها مش هتعرف بعد كده تكمل المرحله بتاعت واي او انت تطور في حاجه في الريفت فهنركز على الاساسيات ناخد وقتنا فيها مش مشكله بس عشان بعد كده الموضوع يبقى مفهوم طيب ليه يوزنج سي شارب لان الريفت اي او البرمجه في الريفت بشكل عام ممكن تبقى اكتر من لغه برمجه في بالبايثون في بالفيجوال بيزك بيت نت في سي بلس بلس ففي اكتر من لغه فاحنا التركيز بتاعنا او الكودنج بتاعنا هيبقى باستخدام طيب آه دي مقدمه سريعه عني طبعا مش عمر اتكلم فخلاص هنعديها ال آه ال يفضل في بري تكون موجود عندك الافضل ان هي تكون موجود عندك اول حاجه انت تكون فاميليار اصلا ببرنامج الريفت يعني اشتغلت عرفت قبل كده او عندك خلفيه عنه طيب لو انت مش فاميليار بيه هل الموضوع هيعوقك لا انت ممكن تتفرج على الوركشوب شوب بعدين مفيش مشكله تاخد فكره عن الموضوع بس الافضل آه لو انت هتكمل في موضوع ريفت بي لازم الاول تبقى انت آه كويس في الريفت مش شرط تكون توب فيه بس لازم تكون آه كويس في الريفت يعني طيب الحاجه الثانيه ان انت تكون فاهم لغه برمجه او عندك لغه برمجه يفضل تكون سي شارب عشان دي اللي هنشتغل بيها النهارده او في الورك شوب بتاعتنا لو عندك خلفيه عن لغه برمجه ثانيه الموضوع برده هيبقى سهل ان انت هتبقى عندك خلفيه عن الكودنج بشكل عام او الكورس بتاعت البروجرامنج لو انت عندك خلفيه برنامج تاني وعايز تطور بس باللغه البرمجه اللي انت مثلا لو انت عندك بايثون هنقول بعد كده في ريفرنس في اخر المحاضره او في المحاضره الثالثه ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها لو انت عايز تطور الريفت بلغه برمجه غير السي شارب في الواتس نيكست او النيكست بتاعت الريفت اي طيب الحاجه الثالثه ودي اساسيه في اي محاضرات هتحضرها بشكل عام ان انت يكون عندك ability to research ان انت الموضوع هيعتمد لما نيجي ندرس النهارده ان شاء الله هتلاقي الموضوع هتاخد البيزكس تاخد الاساسيات بتاعتها بس في المحاضره الثالثه هنعرف ان احنا عشان بعد كده نعرف نطور من الحاجه ونتعمق فيها هنحتاج ان احنا ندخل على فورمز معينه على دوكيومنتيشنز اونلاين على الـ على الانترنت او على الويب فالموضوع هياخد منك ان انت لازم يكون عندك الاول الابيلتي ان انت تريسرش او توجد حلول للمشاكل اللي قبلك الموضوع مش كل حاجه تاخدها شرطا من المحاضرات يعني طيب الاهداف بتاعه المحاضرات بتاعتنا اول حاجه نفهم الاساسيات بتاعه ريفت باي زي ما قلنا هنبدا ان احنا نكريت او نعمل اكتر من اضافه على البرنامج ريفت باستخدام السي شارب هنكسبورت الشغل اللي احنا هنعمله ده كريفت بلجن بحيث ان انت ممكن تبعته لاي يوزر يستخدمه مباشره وممكن انت تصدره على الاونلاين على الويب على الاوتو ديسك مثلا والناس بعد كده تستخدمه سواء فري او 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 بفلوس حسب الحاجه اللي انت عايز تعملها طيب هنتعلم ازاي ان احنا نسيرش في الدوكيومنتيشنز او التوثيق بتاع ريفيتي باي بحيث ان انت بعد كده زي ما قلنا تبدا ان انت لو عايز في حاجه انت ما خدتهاش في المحاضره عايز تتعمق فيها هتلاقي ازاي تعمل حاجه زي كده ونشوف مع بعض الخطوات اللي بعد كده النكست ستيبس عشان تماستر او تبقى يعني بروفيشنال اكتر او محترف في ريفيتي باي طيب المحاضرات بتاعتنا مقسمه لثلاث ايام ممكن تبقى يوم زياده او اقل حسب البروجرس بتاع المحاضرات بس الاساس بتاعنا ثلاث ايام اول محاضره او اول يوم النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاساسيات بتاعه ريفت بي اي آه، تاني محاضره هنعمل بلوجن آه، عباره عن احنا هنكريت فلور بناء على بعض الحاجات هنقولها في, ال... في المحاضره الجايه آه، باستخدام البرمجه تالت محاضره هنعرف ازاي نصدر ال... البلوجن بتاعنا ده لليوزر بحيث انه يستخدمه عنده في الجهاز بتاعه وفي نفس الوقت هنعرف ايه الخطوات الجايه لو انا عايز اتعمق في الريفت اي بي اي آه، وعايز ادوس مع نفسي في الموضوع ايه اللي ممكن اعمله طيب آه، بسم الله نبدا ان شاء الله اول محاضره الأساسيات بتاعت الريفت الاجنده بتاعت اليوم النهارده هيمشي ازاي آه هنتكلم هنقول يعني ايه الريفت بي وهنعرف ليه ممكن نستخدمها وايه الفوائد اللي ممكن تعود علينا ان احنا نستخدم الريفت بي ازاي ان احنا نكسبلور داخل الريفت بي او نشوف نسيرش داخل الريفت بي اي بتاعتها ازاي نسيت اب الورك انفايرمنت عشان اجهز اي آه بلوجن ايه المفروض ان انا اعمله في الاول وهنعرف حاجه اسمها اكسترنال كوماند وازاي ناكسس الريفت من خلال البرمجه وتصنيف العناصر داخل الريفت وبعد كده هنعمل ريفت ادن صغير كده في اخر يوم النهارده ان شاء الله بحيث نطبقنا على الكلام النظري اللي قلناه. طيب واي ريفت باي؟ اي الريفت ليه ممكن استخدمه؟ في اكتر من فيشر اوي او ميزه ممكن استخدم بيها ريفت باي منها مثلا ان انا كانجينير عندي بعض المهام اللي بتطلب مني او انا عايز اعملها وبتضيع وقت مني يعني عندي في تاسك حاجات متكرره فانا عايز اوتوماتيك الكلام ده مش شرط ان انا كل حاجه اعملها بايدي انا خلاص يعني مثلا حاجه زي مثلا بقى بعمل فيوز او بعمل شيتس في في الموديل بتاعي فحاجه زي كده بتضيع مني وقت فانا ممكن اخلي البروجرامنج او لغه برمجه اللي هي السي شارب تخلي ريفت اي اي او تخلي ريفت يعمل حاجة دي بشكل اوتوماتيك طيب حاجه تانية ان انت هيبقى عندك باور اكتر لان انت حتى لو تستخدم ريفت بعد كده كي كيوزر مجرد ما خدت خلفيه حتى لو بسيطه عن ريفت اي اي هتلاقي نفسك دماغك نفسها المفاهيم بتاعتها بقت افضل، لو انت بتستخدم ريفت هتلاقي نفسك في حاجات بتعملها وفي حاجات بطلت تعملها لان انت بقيت فاهم البرنامج شغال ازاي، ودي الحاجه مميزه جدا لو انت حتى لو عندك اساسيات، حتى لو ما في الموضوع هتفيدك حتى كيوزر. طيب، ثالث حاجه ان انت هتسرع من الشغل، انت لو هتعمل مثلا قبل قابلتك قبل مشكله وعايز تحلها خلال برمجه هتلاقي ان الموضوع بياخد وقت صغير، اه هتاخد وقت شويه في انك تعمل الكود بتاعك، بس بعد كده خلاص تستخدمه اكتر من مره. طيب حاجه رابعه مثلا الجيومتري الجيومتري في الريفت بيبقى فيه صعوبات لو انت بتستخدم جيومتري او الماسنج او الكلام ده فلو انت تعمقت في موضوع الريفت او الناس حتى اللي بتشتغل داينامو هتلاقي ان انت هي ممكن تعمل بعض الجيومتريز اللي هي ممكن تبقى صعب تعملها كيوزر عادي طيب احنا عاملين نقول اي بي اي اي بي اي طيب ايه الاي بي اي ده اصلا الاي بي اي ده باختصار هو stands فور او المعنى الحرفي بتاعه ايه ستاندز فور ابلكيشن البي بروجرامنج الاي للانترفيس يبقى ابلكيشن بروجرامنج انترفيس طيب الابلكيشن بروجرامنج انترفيس ده عباره عن ايه ده باختصار عباره عن وسيط او انترميدياري وسيط ما بين تو ابلكيشنز او تو يوزرز يعني انت كيوزر ممكن تتعامل مع برنامج عن طريق اي بي اي انت كديفلوبر ممكن تتعامل مع برنامج عن طريق اي بي اي ممكن تو بروجرامز او تو سوفت ويرز مختلفين يتعاملوا مع بعض ويكلموا بعض عن طريق اي بي اي طيب الحقيقه ان احنا الاي بي اي ده كل واحد مننا بدون استثناء استخدم الاي بي اي في حياته في حاجه قبل كده بس هو ما كانش واخد باله ان هو بيستخدم اي بي اي حاجه زي ايه مثلا زي ما بتيجي تستخدم الفيسبوك الفيسبوك لما بتيجي تبعت مسج مثلا او تجيب مثلا بوست كان موجود قبل كده او تجيب حاجه من نوتيفيكيشن ده بيروح يكلم الاي بي اي بتاع الفيسبوك وبيجيب منه المعلومه اللي انت طلبتها حاجه زي مثلا انت ما بتجيب تشيك الوذر على على الفون بتاعك بتدوس مثلا سينك او بتدوس ابديت الوذر بيروح يبعت داتا ان هو عايز يجيب الوزر بتاعه اللوكيشن اللي انت فيه دلوقتي ده عن طريق اي بي اي بس احنا اللي هنتكلم فيه النهارده ان احنا, احنا ازاي نستخدم اي بي اي او انت ازاي تكود او تعمل آه كودنج آه يكلم الاي بي اي بتاع الريفت طيب الحاجات عشان توضح محتاجه مثال فاحنا ان شاء الله هناخد مثال واحنا ماشيين مع بعض الاي بي زي ما قلنا حاجه بتكلم سوفت وير الحاجه دي او السام ده ممكن يكون شخص اللي هو يوزر ممكن يكون ديفلوبر بروجرامر ممكن يكون سوفت وير غير السوفت اللي عايزين نكلمه فاللي بيحصل ايه؟ السموان ده او اليوزر الاولاني بيبعت ريكوست هو ينفعش يكلم السوفت مباشره هو في وسيط اللي هو الاي بي اي فعشان يكلمه هي لازم يكلم الوسيط وبعد كده الوسيط ده يروح يكلم السوفت وير وهكذا فيبعت ريكوست للاي بي اي الاي بي اي بيوصل الريكوست ده للسوفت بعد كده السوفت بيرد على الاي بي اي بيقول له الريسبونس بتاعي عباره عن كذا الريسبونس ده الاي بي اي بياخده وبيرجعه لليوزر او السوفت اللي هو كان طالب الريكوست في الاول الريسبونس ده لو هو اليوزر من حقه ان هو يعمل الريسبونس ده او او هو طلب طلب يقدر يحققه هيرجعه الريسبونس ويقول له مثلا هو سكسسفول يعني خلاص الموضوع نجح لو مش من حقه ان هو يعمل حاجه زي كده او مش من حقه يطلب الطلب ده او في مشكله في في النص هيرجعه الريسبونس برده بس هيبقى فيه فيلير او فشل في الاستجابه بتاعه الطلب طيب مثال زي ما قلنا انت لما بتيجي مثلا تسيرش على الويزر دلوقتي يعني انت مثلا فتحت جوجل او اي سيرش انجن وكتبت مثلا كايرو ويزر او اليكس ويزر او بغداد ويزر او ايا كان المدينه اللي انت بتبحث عنها مجرد ما تكتب كايرو ويزر مثلا ايه اللي هيحصل الجوجل هو برضو بيتكلم مع اي بي خاص بالوزر الاي بي ده خاص بموقع اسمه ويزر دوت كوم الويزر دوت كوم عنده اي بي اي جوجل بتاخد الكايرو دي اللي هو السيرش اللي انت عملته بيها يروح يكلم الويزر اي بي اي يرجع منه الداتا اللي هي الوزر بتاعه كايرو فانت لو عملت مثلا على جوجل كايرو ويزر هيظهر حاجه بالشكل ده هتلاقي في الاول كده حاجه بالشكل ده عباره عن الوزر بتاع كايرو طيب حاجه زي كده نطبقها على الدايجرام اللي كنا واخدينه زي مثلا بالشكل ده جوجل انت جوجل انت بحثت عن كلمه كايرو او كايرو ويزر فجوجل عايز يجيب الـ الوزر كونديشنز او حاله الطقس بتاعت كايرو فهو زي ما قلنا جوجل نفسها ما عندهاش المحطه اللي بتجيب منها الارصاد الجويه لكن هي بتروح تتكلم مع حد تاني عنده المحطه دي اللي هو وزر دوت كوم ده عامل اي بي وسيط لو حد عايز ياخد منه الوزر داتا يروح يتكلم الاي بي اي الاول فجوجل بتاخد الريكوست بتاعك اللي هو ممكن يكون مثلا بالنسبه لك انت كاتب كايرو فالريكويست ده بيحمل جواه كايرو فبيروح بعد كده يوصل الريكوست ده لويزر ده بيرجع الاسبونس. لو هو لقى ان في مدينه اسمها كايرو هيرجع ريسبونس بالويزر داتا او الويزر كونديشنز بتاعه كايرو هي فيها الكايرو ويزر وبعد كده يرد على جوجل بريسبونس فجوجل بعد كده تظهر شكل الحاله الطقس بتاعه كايرو في اللحظه اللي انت فيها طيب عايزين نطبق الكلام ده على الريفت اي بي اي انا عندي الريفت انا عايز اكلم ريفت بس ما اقدرش اكلمه مباشره كبروجرامر فعشان اكلمه الريفت عامل وسيط اسمه ريفت اي بي اي فانا من خلال البلوجن بتاعتي اقدر ان انا اكلم الريفت بي اي الريفت بي اي يتكلم وبعد كده ترد عليا بريسبونس فالعمليه تبقى بالشكل ده هبعت ريكوست من البلوجن بعد الريفت بي اي الريفت بي اي يبعت للريفت كده يرجع للبلوجن بتاعتي طيب الريفت بي اي ده عباره عن كذا ملف يعني انا عشان استخدم الريفت بي اي ده واعمل كودنج او أكلم الريفت بي اي ده مجرد ما انت نزلت برنامج الريفت عندك على الجهاز في شويه ملفات بتنزل مع برنامج الريفت الملفات دي هي عباره عن كلها على بعضها هي عباره عن المكتبه بتاعة الريفت اي بي اي زي ايه؟ هتلاقي في ملفين مثلا ملف اسمه ريفت اي بي اي دوت دي ال ملف اسمه ريفت اي بي اي يو اي دوت دي ال مجموعه ملفات اي ماكروس واللينك والاف اي اف سي والستيل فاونديشن وهكذا في مجموعه ملفات اي حد بينزل برنامج ريفيت بتنزل عنده الملفات دي على الجهاز عشان هو لو عايز يتكلم معاها من خلال البلوجن طيب انا اللي يهمني اول اثنين اللي هم ريفت اي بي اي دوت دي ال ال والريفت اي بي اي يو اي دوت دي ال ال الاثنين دول عباره عن ايه اول حاجه اللي هي ريفت اي بي اي دوت دي ال ال ده عباره عن الريفت بيز يعني اي حاجه خاصه بالموديل بتاع الريفت الاليمنتس بتاعه الريفت اللي موجوده في الموديل او في البروجكت بتاعي او السيتنجز بتاعه الريفت نفسها طيب الريفت اي اي يو اي إنت شكل الايقونات بتاعت الريفت لو لو اليوزر مثلا هيعمل سيلكشن لحاجه لو هطلع ويندو لليوزر يعني اول حاجه دي خاصه بالداتا بتاعة بتاعت الموديل تاني حاجه دي خاصه بالحاجات اللي فيها تعامل مع اليوزر او اللي هي اليوزر انترفيس. طيب طب احنا دلوقتي عايزين نشوف الملفات اللي احنا قلنا عليها ريفت بي اي مثلا دوت دي ال او ريفت بي اي يو اي دوت دي ال عايزين نشوفهم عشان لو احنا عايزين نكسبلور الملفات دي ونعرف هم عباره عن ايه من جوه يعني الملفات دي بتتكون من ايه او تقسيم الملفات بتاعتها من ايه فعندي اكتر من طريقه اول طريقه ان انا بنزل حاجه اسمها ريفت اي بي اي سوفت وير ديفلوبمنت كيت اللي هو الاس دي كي هنشوفها كمان شويه فلما نيجي نطبق الشغل العملي ادخل على اللينك ده من اوتو ديسك بقدر اجيب منه الاس دي كي انزله واقدر اشوف شكل ريفيت اي من جوه عامل ازاي عشان انا بعد كده حتى لما نخلص ثلاث محاضرات هنتكلم ازاي ان احنا نستكشف داخل الملفات دي ولو عايزين نعرف حاجه احنا ما خدناهاش في المحاضره مثلا وقابلت مشكله وعايز احلها اجيبها ازاي. طيب تاني حاجه ممكن من خلال أونلاين لاين دوكيومنتيشن فوريفتب اي موقع اسمه ريفت اي دوكس دوت الموقع ده هو نفسه هو نفسه الاس دي كي بس معمول بشكل انا بشوف ان هو بشكل افضل يعني كيوزر انترفيس بتاعه افضل وفي معلومات بتوضح بشكل افضل فانا شخصيا بستخدم ريفتب اي تالت طريقه ان انا ممكن من خلال برنامج فيجوال ستوديو هنتكلم دلوقتي عن فيجوال ستوديو كمان شويه من خلال اوبجكت براوزر بتاعي احمل عليه الملفات دي اللي, اللي قلنا عليها واقدر اشوفها واستكشفها برضه طيب الورك انفايرمنت عشان ابدا اعمل بلجن ريفت او ان انا اتكلم مع ريفت من خلال البروجرامنج محتاج اول حاجه يكون عندي ريفت لان ده التارجتس اصلا سوفت وير اللي انا هشتغل عليه ان انا هتكلم منه ريفت اي وريفت باي يروح يكلم ريفت يبقى اول حاجه يكون عندي برنامج ريفت على الجهاز طيب تاني حاجه يكون عندي حاجه اسمها اي دي اي الاي دي عباره عن ايه عباره عن انتجريتد ديفلوبمنت انفيرمنت معنى ايه ده عباره عن الكود اديتور اللي انا هكتب فيه البروجرامنج كودز او الاكواد البرمجه اللي انا هستخدمها واللي اقدر منها اكلم الريفت بي اي وريفت بي اي يروح يكلم الريفت طيب هل لازم استخدم فيجوال ستوديو لا مش لازم في اكتر من اي دي ممكن تشوف على على اونلاين على جوجل مثلا دي اللي انت عايز تستخدمه بس طبعا اشهرهم الاي دي ايه لمايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت فيجوال ستوديو لكذا سبب لانه في خاصيه اسمها انتليسنس اللي انت وانت تكتب حاجه هو بيكمل مع حاجه اللي انت تكتبها الناس اللي عندها خلفيه عن البرمجه هتفهم انا بتكلم في ايه فالموضوع بيأسهل غير ان هو في شويه فيشرز كتيره اتسال عليا موضوع البرمجه طيب النقطه مهمه وهنطبقها دلوقتي عملي مع بعض ان انا حسب نسخه الريفت او فيرجن ليفل اللي هشتغل عليها كل واحدة ليها دوت نت فريم وورك مختلف عن الثانية. طب ايه دوت نت فريم وورك؟ دوت نت فريم وورك دي حاجة مايكروسوفت عاملاها عبارة عن مكتبة عبارة عن مجموعة ملفات بقدر اشتغل عليها او اكلمها بالبرمجة الملفات دي حسب كل نوع ريفيد يعني هو كل كل سنة الملفات دي بتتحدث يعني مايكروسوفت تنزل نسخة أحدث. دلوقتي وصل دوت نت 5 دي أقصى حاجة وصلت دلوقتي. فكل نسخة ليفيد بتعملها بتأبديت نفسها على النسخة بتاعة مايكروسوفت فكل نسخه عشان تكون متوافقه مع نسخه ريفيت لازم تستخدم ال نت فريم ورك المتوافق معاه، فانت مثلا لو اشتغل على بلوجن يشتغل على الريفت 2021 يبقى انت تستخدم دوت نت 4.8 او 418. لو اشتغل على بلوجن مثلا ريفت 2018 اشتغل على دوت نت 4.6 وهكذا حسب الريفت اللي انت عايز تتارجته او تعمل البلوجن عليه هتكلم دوت نت فريم ورك مختلف عن الثاني. الكلام ده يوضح بالتفصيل مع بعض واحنا ماشيين طيب وعشان استخدم ملفات الريفت بجيب ريفرنس ليها وادخلها على فيجوال ستوديو طيب خلينا عشان نكون عمليين شويه ندخل نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده ازاي نكسبلور ملفات الريفت يبقى اي وازاي نبدا نشوف الفيجوال ستوديو عامل ازاي وازاي دخل عليه ملفات الريفت باي وبعد كده هنرجع نكمل المحاضره ثاني بالسلايد شو طيب الريفيد ممكن ان انا لو انا مش عندي ريفت ممكن انزل نسخه ايدوكيشنال من على موقع اوتو ديسك هو لو انت بعت له الاي دي بتاعك بتاع لو انت طالب جامعي مثلا او عندك الكرنيه بتاعك لو انت رفعت له الكرنيه هيبعت لك نسخه مده سنه طيب الفيجوال ستوديو من خلال الفيجوال ستوديو دوت كوم اقدر ان انزل الفيجوال ستوديو انا عندي الفيجوال ستوديو ده ده اللي انا عايز انزله في حاجه ثانيه اسمها فيجوال ستوديو كود ده مش اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي في حاجه تالتة لو بتستخدم آه ماك مش ويندوز فاحنا دلوقتي لو بنستخدم ويندوز هننزل فيشوال ستوديو العادي في ثلاث نسخ منه في نسخه الكوميونتي نسخه البروفيشنال ونسخه الانتربرايز النسخه الكوميونتي دي نسخه فري وفيها معظم الفيتشرز اللي انا بحتاجها عشان اعمل بيها اي حاجه ببروغرامينج نسخ البروفيشنال والأنتربرايز دول مش فري دول لازم ادفع لهم آه مقابل او فلوس فاحنا اللي دلوقتي ان احنا نستخدم الكوميونتي مش محتاجين الفيشرز الموجوده في البروفيشنال ولا انتر <applause> برازيلي. <تكلم> على كوميونتي مجرد ما تدوس عليها هينزل لك الانستولر بتاع الفيجوال ستوديو يظهر بعد كده تنزله عندك. طيب انا عشان طبعا منزل الفيجوال ستوديو فهو موجود عندي بالفعل فانا هكتب فيجوال ستوديو وافتحه. لو انت مش عندك الفيجوال ستوديو اللي يظهر عندك حاجه اسمها فيجوال ستوديو انستولر لما تيجي تنستول هنفتحه مع بعض عشان الناس اللي ما عندهاش فيجوال ستوديو لسه هتنزله يظهر حاجه عندها بالشكل ده. يطلب منك انك تسطب او تعمل سيت اب للفيجوال ستوديو كوميونتي هتسطبه وبعد ما تخلص تقدر بعد كده تشتغل على الفيجوال ستوديو او ترن البرنامج عادي جدا. طيب النقطه المهمه اللي احنا عايزين نقولها ايه؟ احنا زي ما قلنا حسب نسخه الريفت اللي انت هتشتغل عليها كل واحده ليها دوت نت فريم ورك مختلف فانت لو انت لسه بتسطب البرنامج اول مره هتلاقي عندك حاجه بالشكل ده شوية مع بعض هيظهر عندك حاجه بالشكل ده انا اللي يهمني عشان تشتغل على دوت نت فريم او تعمل حاجه بلوجن على الريفت اي بي اي لازم تدوس علامه صح على دوت نت ديسكتوب ديفلوبمنت اللي هي هنا دي دي اللي انا اقدر اكتب بيها السي شارب او اكتب بيها اكتب بيها حاجه شالعه الديسكتوب او على الويندوز زي الريفت اي بي اي يبقى لازم اعلم على دوت نت ديسكتوب او دوت نت ديسكتوب ديفلوبمنت دي النقطه الثانيه ان انا لازم على جنب كده هتلاقي انديفيديوال كومبوننتس هتلاقي نسخه الدوت نت فريم اللي انت عايز تنزلها زي ما قلنا لو انت اشتغل مثلا على ريفت 2020 لازم تنزل 4.7 لو اشتغل على ريفت مثلا 2018 4.9 وهكذا حسب نسخه الريفت لازم تنزلها. طيب لو انت كنت نزلت الفيجوال ستوديو قبل كده وما يعني وما عملتش الحركه دي او ما نزلش الفريم ورك اللي انت عايز تنزله زي ما قلنا هتكتب هنا تفتح هنا تقول له انستولر وهتجيبه هيفتح لك نفس الملف اللي احنا فاتحينه دلوقتي. تلاقي نفس القائمة دي هتجيب انديفيدر كومبوننتس وبعد كده تشوف نسخة الدوت نت فريم اللي أنت عايز تنزلها. أنا بالنسبة لي أنا بشارع على ريفت 2020، ريفت 2020 بيتارجت الـ 4.7 فأنت هتنزل 4.7 هنا أنا منزله قبل كده فخلاص أنا المرحلة دي مش هعملها هكنسل. أنا خلاص بالنسبة لي الموضوع ده موجود قبل كده. طيب. قبل ما ندخل على برنامج الـ, الـ Visual Studio عايزين نشوف لو احنا عايزين نكسبلور الملفات بتاعه ريفيتي باي احنا قلنا في ثلاث طرق اول طريقه ريفت اس دي كي بدخل على اللينك ده هبقى موجود فيه ريفرنس في الملفات بتاعه الباور بوينت بتاعي ممكن انزلها هتلاقي تحت حاجه اسمها ريفت اس دي كي حسب نسخه الريف اللي انت بتستخدمها تنزل الاس دي كي المقابل ليها لو بتستخدم 2020 هتلاقي فيه نسخه اللي هي 2020 نسخه 2020.1 تنزل الاحدث لو انت مثلا 2021 برضه تنزل الاحدث وهكذا بعد ما تنزلها يظهر حاجه عندك بالشكل ده كده. بعد ما تعمل لها سيت اب هيظهر حاجه عندك بالشكل ده كده. هتفتح هتلاقي في حاجه اسمها ريفت اي بي بعد ما تفتحه هتلاقي برضو حاجه بالشكل ده. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكواصص والبيانات او الداتا الخاصه بريفت باي لو انت عايز سيرش جواها، عايز تدخل تشوف الريفت باي ده بيتكون من ايه؟ الملفات بتاعته، الكلام ده كله. دي اول طريقه، ثاني طريقه لو انت قلنا زي ما قلنا اونلاين. لاين دوكيومنتيشن تلاقي في حاجه اسمها بي باي دوكس دوت كوم هتقول مثلا عايز ريفت 2020 هدوس على 2020 نفس المنظر اللي شو... شفناه من شويه في الاس دي كي هو نفس المنظر اللي هنا نفس الكلاسات نفس العناوين نفس الكلام ده كله بس الفكره ان هنا الموضوع بشكل الطف احسن لو إنت كتبت كلمه ايليمنت هيظهر لك كل الحاجات اللي بتحمل كلمه ايليمنت داخل بي باي هتفتح مثلا هتلاقي تعريفات للكلام بتاعها وتلاقي بيانات بشكل افضل انا بفضل دايما ان انا اشتغل على الاونلاين دوكيومنتيشن طيب تالت طريقه ان انا اشتغل على الفي ستوديو دي هنشوفها دلوقتي آه خلاص لو احنا دلوقتي خلاص نزلنا فيجوال ستوديو وعايزين نبدا نعمل اول حاجه لينا على الريفت هيظهر حاجه بالشكل ده كده لو نزلت فيجوال ستوديو 2019 هقول له كرييت نيو بروجكت يبقى انا عشان ابدا اعمل بلاجن على الريفت او الريفيت كرييت بروجكت طيب بعد ما عملنا كرييت نيو بروجكت هتلاقي عندي اوبشنز كتير جدا مش عارف اختار منها ايه انا عشان اعمل حاجه بتكلم الدي ال ال بتاعت ريفت اي طالما انا مش هستخدم او مش هعمل حاجه ويندوز ديسكتوب ابلكيشن بمعنى ان انا مش هشتغل مثلا على دبليو اف او على ويندوز فورم ودي حاجه زي مثلا لو انت هتعمل برنامج زي الوورد أو, ب... او اي برنامج بشكل عام ليه واجهه طالما مش هستخدم برنامج ليه واجهه يبقى انا هستخدم حاجه اسمها كلاس لايبرري هدور على كلاس Class... هكتب كلاس لايبرري بالشكل ده كده يظهر لك اكتر حاجه مني اشتغل على الكلاس لايبرري اللي هو دوت نت فريم ورك هتلاقي هنا دوت نت ستاندر ده مش, مش اللي ريفت بيتكلمه ريفت بيتكلم دوت نت فريم ورك زي ما قلنا هشتغل على دوت نت فريم ورك طيب هتلاقي دوت نت فريم ورك هنا دوت نت فريم ورك تحت هنختار انهي واحد هتلاقي اول واحد ده مكتوب ان هو سي شارب كلاس لايبرري وهتلاقي في علامه سي شارب جنبها الثاني ده مكتوب ان هو فيجوال بيزك طيب انا دلوقتي بستخدم ايه بستخدم السي شارب يبقى انا اللي يهمني الكلاس لايبرري دوت نت فريم ورك اللي بيتكلم السي شارب طيب هدوس نيكست بعد كده هيقول لي سمي البروجكت بتاعي، أنا مثلاً هسميه وليكن بيم أريبيا كوماندز مثلاً، يعني أو الأوامر اللي أنا هعملها مع بيم أريبيا. طيب، هيقول لي مثلاً عايز تحطها فين؟ هختار مثلاً مليكم مثلاً ملف من الملفات اللي هنا. طيب، بعد كده النقطة المهمة أنت نزلت الـ Net الموافق لنسخة الريفت، يعني مثلاً شارع الريفت 2020، فنزلت Net Framework 4.7 ده مش كفايه انت كده نزلته عندك على الجهاز بس انت لسه مش بتستخدمه عشان تستخدمه هتلاقي هنا بيقول لك دوتين فريم اللي انت عايز تستخدمه هتلاقي فيه اكتر من دوتين فريم حسب اللي انت منزله قبل عندك على الجهاز زي ما قلنا هنشتغل على 2020 اللي هو بيوافق 4.7 اللي هو هنا ده دوس بعد كده كرييت هيظهر لي حاجه بالشكل ده طيب احنا قلنا عشان نبدا نتكلم مع الريفت بي اي او نعمل بلوجن على الريفت لازم يبقى في وسيط اللي هو الريفت بي اي طيب وريفت بي اي ده قلنا عباره عن شويه ملفات كلها دي ال او ملفات لايبرريز موجوده بتنزل مع نسخه الريفت لما بتصطد الريفت طيب انا ازاي هضيفها على فيجوال ستوديو عشان تضيفها هتلاقي في حاجه اسمها في البروجكت بتاعك على اليمين حاجه اسمها ريفرنس هتدوس عليها تقول له اد ريفرنس تقول له براوس طيب الحاجات بتاعه الريفت بتنزل فين او ريفت بي اي بتنزل في المكان اللي ريفت متصطف فيه اللي هو مثلا في السي بروجرام فايز فايلز اوتو ديسك ريفت 2020 هتلاقي الملفات بتاعه ريفت بي اي كلها موجوده هنا طيب انا عايز مثلا عايز ابحث اقول له دي ال ال الملفات كلها دي ال ال هيجيب لي كل الملفات اللي هي دي ال هتلاقي هنا مثلا وليكن ريفت آه الاي سي اللي قلنا عليه ريفت اي بي اي يو اي ريفت بي اي آه كومن ريفت باي ستيل وهكذا انا يعني اللي يهمني ملفين ريفت باي يو اي وريفت اي باي يو ال ريفت باي يو اي هنا اهو وريفت باي التاني نور عليه دول الملفين اللي احنا محتاجينهم ريفت اي بي يو اي وريفت اي بي اي هم الاثنين دول دي اللي دوس اد هم كده عندي في ال... في الفيجوال او في البروجكت بتاعي دوس اوكي بس هم كده نزلوا عندي هتلاقي هنا ريفت اي بي اي وريفت بي اي يو اي موجودين عندي على الريفرنس او في الريفرنس بتاعت الملفات بتاعت البروجكت طيب النقطه المهمه قبل ما نبدا نرجع تاني للبرزنتيشن لل... لل... بتاعنا وناخد المحاضره بتاعتنا او نطبق عليها هتلاقي في حاجه هنا لما بدوس على اي واحده منهم في البروبرتيز تحت هتلاقي في حاجه اسمها كوبي لوكال طيب الكوبي لوكال ده هتلاقي يا اما ترو يا اما فولس طيب احنا اللي احنا عايزين نعمله نخلي الاثنين دول فولس ليه نخليهم فولس هو معنى كوبي لوكال معنى كوبي لوكال انت لما بتيجي تصدر البروجكت ده او تعمل له بيلد او تران البروجكت ان الملفات دي هتتنسخ مره ثانيه مع ملفات البروجكت او ملفات اللي شغال عليه او او اي او النسخه اللي انت بتشتغل عليها او التطبيق اللي انت بتعمله طيب هل احنا محتاجين نعملها نسخه؟ لا، ليه؟ لان كده كده اي حد هيستخدم بلاجن دي اللي انت هتصدرها له وهتبعتها له كده كده هو اكيد عنده برامج الريفت لان هو مش عارف يستخدم بلاجن لما يكون عنده برامج, برامج الريفت ده اكيد وفي نفس الوقت كده كده اي حد بنزل برامج الريفت الملفات دي كده كده بتنزل عنده على السي يعني زي ما شفنا كده سي بروجرام فايلز الريفت او ديسك الملفات دي كده كده موجوده فانت لو عملت لها كوبي لوكال ترو هيروح يضيف نفس الملفات ثاني فاكنك بتزود مساحه على الفاضي ملهاش لازمه فكده كده اي حد استخدم البراجم بتاعك طبيعي ان هو هيكون عند ريفت فالملفات دي كده هتكون موجوده فمش محتاج تضيفها هو كده هيروح يكلم الملفات دي دايركت مباشره فاحنا نقف على الاثنين دول نعمل كنترول كده ونقف عليهم الاثنين ونخلي الكوبي لوكر دي فولد كده خلاص انا ما اعمل البراجم بتاعي واصدره الملفات دي مش هتنسخ تاني لان هي كده كده موجوده اصلا على السي بتاعت نسخه اليوزر اللي هيستخدم البلوج طيب عايزين بعد كده نرجع نكمل البرزنتيشن بتاعتنا عشان نشوف اللي احنا عايزين نعمله النهارده او الاساسيات اللي عايزين نتعلمها عشان نبدا نشتغل على الريفت إيب اي باي طيب عشان تعمل بلوجن او تعمل اي امر جديد في الريفت إيب اي باي لازم تستخدم حاجه اسمها اكسترنال كوماند الاكسترنال كوماند ده معناه او ترجمه مع الحرفيه بتاعته امر خارجي يعني هو الريفت إيب اي ده في اوامر او ريفت بشكل عام في اوامر موجوده يعني بتعمل كوبي بتعمل موف لاي حاجه كل ده موجود اوريدي على الريفت اي حاجه انت هتعملها اسمها اكسترنال كوماند فعشان تستخدم بي باي او تعمل امر اضافي او تعمل حاجه اضافيه داخل ريفت لازم تطبق انترفيس اسمه اي اكسترنال كوماند الانترفيس ده لو حد ما حد ما عندوش خلفيه عن البروجرامنج بيبقى عباره عن حاجه زي الكلاس كده او تجميعه شويه آه اوامر او حاجات معينة لو انت عايز حد يجي يستخدم الحاجه دي بتجبره على طريقه معينه يعني بتقول له عشان تستخدم الحاجه بتاعتي لازم تطبق الانترفيس بتاعي فهو عشان يستخدم باي او يعمل امر اضافي الريفت لازم عامل حاجه اسمها اي command كوماند عشان تعمل امر اضافي لازم تطبق او تمبلمنت الانترفيس ده طيب الانترفيس ده داخله فانكشن او ميثود اسمها اكسكيوت انت لازم عشان تستخدم الكلاس ده او الانترفيس ده لازم تطبق ميثود اسمها اكسكيوت طيب اكسكيوت دي بتاخد تلاتة ثلاثه بارامترز او 3 بارامترز الثلاث بارامترز دول عباره عن كوماند داتا والمسج والالمنتس هنشوفهم في, في السلايد الجاي ونفهم كل واحد عباره عن ايه والميثود دي بترجع ريزالت من نوع انام يا اما سكسيد يا اما فيلد يا اما كانسل طيب تعال نشوف البارامترز الاول دي عباره عن ايه البارامترز قلنا عباره عن ثلاث حاجات اول حاجه الكوماند داتا اللي هي من نوع او الاوبجكت بتاعها من نوع اكسترنال كوماند داتا الكوماند داتا دي باختصار شديد هي عباره عن الريفت نفسه يعني انت ده واخد ريفرنس من ابلكيشن او الفيو او document اللي انت بتستخدم عليها يعني مثلا نسخه الريفت اللي عندك على الجهاز هو الكوماند داتا ده عشان تاكسس اي حاجه داخل ريفت لازم تاكسس الكوماند داتا يبقى الكوماند داتا بالنسبه لنا هو عباره عن الريفت نفسه لو حد استخدم له برمجه قبل كده هيلاقي في حاجه اسمها زيس زيس دي داخل اي ابلكيشن او اي كود عباره عن الحاجه اللي انت واقف عندها فالكوماند داتا ده, ده بالنسبه للريفت هي زيس بالنسبه لاي ابلكيشن تاني حاجه مسج ده من نوع سترينج او السترينج ده عباره عن تكست التكست ده او المسج دي فايدتها ايه؟ فاذا لو الابلكيشن او البلاجن بتاعتك فشلت او حصل فيها اي ايرور في النص او اليوزر مثلا كنسل الامر وانت عايز تظهر اليوزر حاجه معينه تقول له مثلا ان خلي بالك انت عدلت حاجه والحاجه دي مثلا ما كملتش او في امر او في ايرور مثلا هو عمله او حاجه غلط تظهر له الحاجه دي او توضحها فانت بتقول له المسج دي بتدي بتقول له المسج دي عباره عن كذا بعد ما بيحصل فيلر او اليوزر يكنسل الامر يعني بيبقى فيلد او او في الحاله دي الريفيت بيظهر زي بوكس كده او ويندو او مسج بوكس بيبقى فيها الاسترنج او المسج اللي انت كتبتها لليوزر يبقى فائده المسج دي تاني ان لو حصل اي ايرور او اليوزر كنسل الامر وانا عايز اظهر حاجه معينه لليوزر بحط الحاجه دي في المسج والمسج دي بتظهر لليوزر طيب تالت حاجه تالت حاجه حاجه اسمها الاليمنتس ودي من نوع اليمنت سيت الاليمنتس دي او دي عباره عن ليست اليمنت يعني ليستة من الاليمنتس الاليمنتس في الريفت هي عباره عن اي حاجه في المودل يعني اي انوتيشن اي عمود اي كاميرا اي دور كل دي عباره عن ايلمنتس اي حاجه داخل المودل او ليفت موديل عباره عن ايلمنتس طيب الاليمنتس دي فائدتها ايه؟ نفس فائده المسج لو حصل فيلير او كانسلد وانت مثلا اليوزر كان بيعدل في شويه ايلمنتس معينه او بيعمل حاجه مرتبطه باليلمنتس معينه وانت عايز تقول له خلي بالك الاليمنتس دي ما حصلهاش تعديل انت كنت عايز تعمله او حصل فيها تعديل بس التعديل ده ما كملش او ان كان الحاجه اللي انت عايز تعملها هتضيف داخل element ست دي او داخل الـ list دي جميع الاليمنتس اللي تم تعديلها اليوزر او اي اليمنتس اللي انت عايز تهايلايت لليوزر عليه هتضيفها داخل element ست نفس الفكره هيظهر المسج بالسترنج اللي احنا قلنا عليه بالمسج لليوزر وفي نفس الوقت هيعمل هايلايت زي ما مكتوب كده هايلايت على السكرين على جميع الاليمنتس اللي انت ضفتها ال-element-set ست يبقى اليوزر عارف ان حصل فيلير. ظهر له المسج بالمسج اللي هو عايز الظهاره بتاعه الايرور وفي نفس الوقت عمل هايلايت عليها على اي ايليمنت حصل فيه مشكله او 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 في نتيجه غير متوقعه او اي حاجه او ايا كان الكيس اللي انت بتستخدمه. الريترن بتاع الاكسكيوت الريترن بتاع الاكسكيوت ميثود عباره عن انوم، الانوم ده عباره عن زي لسته كده بس فيها الأوبشن ال بتاعتها حاجه محدده زي فكره الكومبو بوكس لو انت بتستخدم مثلا او جيت مثلا بتختار حاجه او بتعمل لوجن على على موقع او اي حاجه ممكن يقول لك مثلا كومبو بوكس كده زي لسته بتختار منها فانت بيجبرك على حاجات معينه تختار منها فالاكسكيوت ده بترجع إنام ده عباره عن ريزلت الريزلت ده عباره عن ثلاث حاجات هي نتيجه ريزولت بتاع اليوزر عمل امر معين بعد ما خلص الامر هل الامر نجح يبقى الريزلت بتاعتنا سكسيدد في الحاله دي الريفت هيعمل كوميت او هيحفظ جميع التغييرات او هيعمل سيف لجميع التغييرات اللي حصلت من خلال الامر، يعني مثلا هدي مثال لو انت مثلا حاجة بتعمل موف لدور مثلا من مكان لمكان تاني وخلاص الريفت البلجن حصل له او نجح ان هو يعمل الكلام ده يبقى خلاص الريفت هيحفظ التغييرات دي يبقى هو كده الريزلت بتاعتنا سكسيد طيب الحالة التانية ان يحصل فيلير يعني هو بيعمل موف للدور ده او الحاجة اللي هو بيعملها في حاجة غلط حصلت في النص او اليوزر عمل حاجة غلط وبالتالي النتيجة بتاعتنا هتبقى ريزلت دوت او ان هيحصل ايرور او فشل. وفي الحاله دي زي ما قلنا لو انت عامل مسج كاتب مسج لليوزر هيظهر لليوزر ايرور كانت بي كانت بي اجنورد يعني الايرور ده ما ينفعش تجنوره او ما ينفعش تهمله لان هو حصل فيلر في حاجه معينه فلازم اليوزر يعرف ايه اللي حصل فيها المشكله فبالتالي هيظهر ليه المسج اللي قلنا عليه. الحاله الثالثه ان اليوزر يكنسل الامر يعني مثلا يوزر كان بيعمل موف لدور معين وبعدين رجع في كلامه فهيدوس تك على سكيب مثلا او يدوس على اي مكان تاني في الحاله دي هو رجع في كلامه مش هيكمل الامر ففي الحاله دي بيظهر عباره عن كانسل او ان اليوزر كانسل الامر في الحاله دي هيظهر لو انت عامل مسج هيظهر اليوزر برضه شكل بوكس كده او ويندو بس في الحاله دي مش تبقى ايرور هتبقى ورننج كان بي اجنورد يعني في الحاله دي هيظهر له زي تحذير او تنبيه بس هو ممكن يهمله عادي لان هو في الاخر هي مش حاجه هتاثر على الموديل او مش حاجه هتبوظ الموديل لان ما حصلش فيريال في الموديل هو مجرد بس ان اليوزر عمل كنسل للامر طيب عشان ناكسس الريفت احنا قلنا عشان ناكسس الريفت عندنا الكوماند داتا اللي هي الزيس بتاع الريفت طيب الكوماند داتا دي جواها حاجتين حاجه اسمها ابلكيشن وحاجه اسمها الدوكيمنت طيب ايه الابلكيشن وايه الدوكمنت باختصار شديد الابليكيشن ده عباره عن الريفت سيشن اللي انت فاتحها، يعني هو برنامج الريفت نفسه، بمعنى ان انت لو فاتح برنامج الريفت وبتعمل حاجه في الموديل الريفت نفسه او البرنامج الويندو بتاع الريفت كلها هو عباره عن الابليكيشن، يبقى هو ده الريفت سيشن بتاع الابليكيشن. بيحتوي على ايه؟ على بيحتوي على الدوكيمنتس بقى، بيحتوي على الاوبشنز بتاعت البرنامج، على السيتنجز، على البرامترز، على الكلام ده كله، يبقى هو الحاجه العامه اللي بتحتوي على كل الحاجات الخاصه بالريفت هو الابليكيشن. طيب، تاني حاجه الدوكمنت الدوكمنت ده عباره عن البروجكت فايل بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن يكون الابلكيشن او ريفت ابلكيشن اللي عندي فيه اكتر من بروجكت مفتوحين فانت هتشتغل عن انهي بروجكت فيهم؟ كل بروجكت منهم يعتبر دوكمنت داخل الابلكيشن يبقى نفهم من هنا ان الابلكيشن ده الليفل الاعلى في الهيراركي او في التقسيمه والدوكمنت دي ليفل اقل من من الابلكيشن يعني الابلكيشن بيحتوي على مجموعه دوكمنتس والدوكمنت دي حاجه داخل الابلكيشن قلنا ان الابليكيشن ده عباره عن ريفت سيشن بشكل عام والدوكيمنتس ده عباره عن الريفت بروجكت فايل طيب الابليكيشن الابليكيشن برضو بيتكون من حاجتين من ابلكيشن ومن يو اي ابلكيشن الفرق بينهم في كلمه اليو اي هي اليوزر انترفيس معنى ان اليو اي أبليكيشن دي الحاجات اللي بتخص اليوزر والابليكيشن الحاجات اللي مش بتخص اليوزر بمعنى ايه معنى اليو اي ابلكيشن حاجه مثلا زي الريبون بانلز اللي هي ايه بانزل؟ انت بتشوف مثلا الايقونات اللي فوق موف مثلا بتلاقي لها آيكو ايكون معين بتلاقي كلمه اركتشر مثلا ليها ايكون معين وهكذا يبقى الحاجات اللي هي المظاهر بتاعت الريفت اللي فوق او التابات اللي فوق او القوايم اللي فوق دي كلها حاجه خاصه باليوزر انترفيس طيب تحتوي على ايه تاني اليو اي ابلكيشن؟ الاكتف دوكيمنت يعني الدوكيمنت اللي فيها اكتف دلوقتي يعني انت البروجكت فايل اللي انت واقف عليه دلوقتي بالفعل ده برضه يعتبر داخل اليو اي ابلكيشن طيب الابلكيشن الابلكيشن هو باختصار اي حاجه مالهاش علاقه بيوزر انترفيس يعني هو اول اذر ابلكيشن ليفل بروبرتس او اي حاجه سيتنجز خاصه بالريفت بس مش بالدايركت او بالتعامل مباشره مع اليوزر طيب الدوكيمنت الدوكيمنت برضو نفس الفكره في يو اي دوكيمنت وفي الدوكيمنت اليو اي دوكيمنت دي دوكيمنت مش ابلكيشن انا هبقى اصلحها اليو اي دوكيمنت برضو هي الحاجات الخاصه بالدوكمنتس بس بتتعامل مع اليوزر انترفيس والدوكمنت هي اي حاجه ثانيه مش بتتعامل مع اليوزر انترفيس بس خاصه بالدوكمنت طيب زي ايه مثلا لو اي دوكمنت زي مثلا لو انا اليوزر بيسلكت مثلا عنصر من عناصر دور مثلا او باب او شباك او اي حاجه في الموديل في الحاله دي اليوزر في تفاعل ما بينه وما بين اليوزر ان اليوزر بيسلكت عنصر معين كلمه سلكت دي او سلكشن دي عباره عن تفاعل ما بين اليوزر وما بين الدوكمنت يبقى يعني في الحاله دي او الحاجات الخاصه بالسلكشن تبقى داخل اليو اي دوكمنت طيب الدوكمنت هي اي حاجه خاصه مش بالدوكمنت بس مش بتتفاعل بشكل مباشر مع اليوزر يعني مثلا الاليمنتس نفسها بتاعه الموديل الاعمده الشبابيك الكلام ده كله Properties بتاعتها الكلام ده كله طيب عندي حاجه مهمه جدا بقى قبل ما ندخل نطبق حاجه كده كودنج على Visual ستوديو او على البروجرامنج ودي حاجه مهمه جدا حتى لو انت يوزر عادي في, في الريفت مش بروجرامر لازم تبقى عارفها وهناخد التسمية بتاعتها برضو داخل الريفت اي بي اي ان انا اي ريفت ايليمنت عباره عن اربع حاجات او حاجه من اربع حاجات يا اما كاتيجوري يا اما فاميلي يا اما سيمبل يا اما طيب الكاتيجوري والفاميلي والسيمبل والانستنس ناخد كل حاجه منهم كده بشكل اكثر تفصيلا بحيث نفهم الموضوع عباره عن ايه ده هيفرق معانا في الحاجه اللي عايزين نعملها النهارده تطبيق على الكودنج في ريفت باي وهيفرق معانا بشكل عام حتى في المحاضرتين الجايين او حتى لو انت هتكمل مع نفسك لازم تبقى فاهم الاساسيات بتاعه آه ريفت لأنت اي لان انت اي اليمنت هتستخدمه هيبقى اقرب حاجه من اربع حاجات يا اما كاتيجوري يا اما فاميلي يا اما سيمبل يا اما وكل واحده منهم ليها خصائص معينه فلازم تبقى فاهم كل واحده فيهم آه عباره عن ايه طب الكاتيجوري دي عباره عن ايه عباره عن باختصار الجنرال كلاس او التقسيمه العامه بتاعه الالمنت يعني بمعنى ان انت عندك مثلا هل ده شب مجموعه شبابيك يبقى ويندوز هل مثلا ابواب يبقى دورز مثلا كولمز اعمده وهكذا يبقى التقسيمه العامه بتاعه الاليمنتس هي الكاتيجوري طيب داخل الريفتيب بي اي بتبقى عباره عن انام بيلت ان كاتيجوري يعني بيلت ان كاتيجوري ده عباره عن لسته فيها بقى يا اما مثلا ويندوز يا اما دورز يا اما كان الحاجه اللي انت هتستخدمها طيب الكاتيجوري ده بيتقسم لتقسيمتين يا اما موديل كاتيجوري اما annotation category الموديل كاتيجوري من اسمه الحاجه الخاصه بالموديل زي مثلا البيمز الكالمز الدورز الويندوز الكلام ده كله. الانوتيشن حاجه الخاصه بالتكست او الانوتيشنز زي الدايمنشنز الجريدز الليفلز النوتس الكلام ده كله. وفي في حاجه هنا على الشات. الصوت يا جماعه الناس اللي كاتبه الصوت الناس بقت الناس سامعه ولا مشكله خاصه؟ تمام. طيب هو الناس يا علي الناس بتقول ان الصوت كويس ف حاول تشوف ايه المشكله عندك بقى ممكن يكون في مشكله عندك انت مثلا ان شاء الله يعني لما اسجل محاضرة وارفعها على اليوتيوب والصوت هيبقى شغال ان شاء الله فلو ما توفتش انت تحضر معانا دلوقتي يبقى موجود على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. طيب فقلنا الكاتيجوريز دي عباره عن موديل كاتيجوري او انوتيشن كاتيجوري. وانا الكاتيجوريز دي عباره عن التقسيمه العامه بتاعة اي المنتس داخل الريفت ناخد بالنا بس نرجع خطوه ورا كده احنا قلنا كاتيجوري وفاميلي وسمبل وانستنس كل تقسيمه او كل حاجه من دول اعلى من اللي قبلها يعني كاتيجوري التقسيمه الاعم الفاميلي حاجه اقل شويه السيمبل اقل شويه الانستنس اقل تقسيمه ممكنه يبقى احنا هننزل هناخد كده من التقسيمة من فوق زي بشكل هرمي نبدا ننزل خطوه خطوه الكاتيجوري تحتها الفاميلي تحتها السيمبل تحتها الانستنس طيب خلصنا الكاتيجوري بعد كده عندنا الفاميلي الفاملي ده انا خلاص وليكن مثلا دخلت على الكاتيجوري بتاعت الدورز فالدورز دي عباره عن مجموعه فاميليز ممكن فاملي مثلا سنجل دور ممكن فاملي دبل دور ممكن تريبل دور وهكذا يعني الفاملي نفسها هو عباره عن دور كلهم عباره عن دورز كلهم داخل الكاتيجوري بتاعت الدور بس في اختلاف في الشكل او في اختلاف في التصنيف بتاع الدور ده هل هو دور مثلا من باب واحد ولا بابين بتفتحوا قدام بعض ولا بين مثلا واحد بيفتحه والثاني ثابت وهكذا يبقى في حاجه من الثلاثه يا اما البارامترز يعني الابعاد بتاعت الدور او تقسيمه البرامج بتاعتها او الاستخدام يعني هل هل الباب مثلا زي كده مثلا بالنسبه للباب هل فتح من ناحيه واحده يفتح من ناحيتين وهكذا او الريبرزنتيشن يعني الشكل بتاع الدور ده او الشكل بتاع الاليمنت ده طيب بنفس الفكره الفاميلي ليها تقسيمتين يا اما كومبوننت فاميلي يا اما سيستم فاميلي والكلام ده زي ما قلنا حتى لو استخدم الريفت بدون ما تستخدم برمجه لازم, لازم تبقى فاهم الكلام ده ولو انت فاهم الكلام ده ودخلت في البرمجه الموضوع بالنسبه لك امتع واحسن بكتير طيب السيستم فاميلي هي عباره عن الحاجات اللي جايه جاهزه مع زي حاجه موجوده في ريد بشكل مباشر دي عباره عن سيستم فاميلي الكومبوننت <سيستم> فاميلي الحاجه اللي انت او الفاميلي اللي انت بتعمل لها كرييشن انت من نفسك او بتعمل لها لود في البروجكت <سيستم فاملي> يعني مثلا يا اما فاميلي حد عاملها قبل كده ورفعها اونلاين على الانترنت فبتنزلها ده كومبوننت <سيستم> فاميلي او فاميلي انت بنفسك عاملها وعايز تعمل لها لود في البروجكت بتاعك يبقى الكومبوننت فاملي دي حاجه لت... تقدر تعمل لها لود او كرييت والسيستم فاملي دي حاجه بتبقى جاهزه موجوده داخل الريفت يبقى احنا كده قلنا الكاتيجوري قلنا مثلا كده بتاع الدور ده الكاتيجوري بتاع الدورز فيه في مجموعه فامليز وليكن مثلا سنجل سنجل دور في مثلا دبل دور تريبل دور وهكذا طيب نخش على التقسيمه الاقل وليكن مثلا احنا خلاص اخترنا السنجل دور السنجل دور ده داخل تقسيمه السنجل دور او الفاميلي بس سيمبل او بين قوسين الطيب لو حد بيستخدم برنامج الريفت هيبقى فاهم كلمه طيب عباره عن ايه اللي هو الطيب نفسه اللي انت لو انت هترسم او هتمودل مثلا دور او هتحط دور في الموديل بتاعك هتقول له انهي طيب هتستخدمه هل مثلا السنجل دور اللي ارتفاعه 2 متر ولا ارتفاعه 2.2 ولا 1.8 وهكذا يبقى هنا نفس الفاميلي اللي هي السنجل دور بس التقسيمه الاقل هي الابعاد بتاعتها بالظبط عباره عن ايه؟ يعني انا خلاص دخلت الدورز دخلت السنجل دور فاهمني بتاع السنجل دور بس السنجل دور ده ممكن ابعاده مختلفه ممكن دور ارتفاعه مثلا متر ونص دور متر و من عشره ممكن دور اتنين واتنين من عشره حسب الدور ده بيستخدم في حته او او البرامج بتاعته عباره عن ايه؟ وبالتالي يبقى دخلت على تقسيمه الطيب يعني هي نفسها الفاميلي بس في تغيير في الابعاد الابعاد مش ثابته حسب كل الفاميلي ممكن تبقى اكتر من طيب ممكن يبقى نفس الفاميلي بنفس الشكل نفس كل حاجة بس الأبعاد مختلفة. والسمبل قلنا بيطلق عليها لفظ الطيب. طيب، الف... عندي حاجة اسمها family symbol وحاجة اسمها الـ element طيب. الفرق ما بينهم باختصار يعني في داخل الريفت السمبل ده يا إما هيبقى اسمه family symbol يا إما هيبقى اسمه element type. طيب. الفرق بينهم باختصار الفاميلي symbol ده class بينهيرت من element type. طيب. كلمة inherit أو inheritance في البرمجة لو حد ما عندوش خلفية عباره عن الكلاس او الـ او الـ ده واخد نفس الخصائص بتاع الاليمنت تايب وممكن يكون مزود عليها بعض الخصائص التانية. طيب ليه في اتنين? ليه في فاميلي سيمبل وليه في اليمنت تايب يعني زي ما لما كان في فاميلي وكان في كاتيجوري مش معنى هنا عملنا حاجتين اه هنيجي بقى للنقطه دي نقطه مهمه ليه ان انا عندي الفاميلي عباره عن كومبوننت فاميلي سيستم فاميلي فالكومبوننت فاميلي ده بيطلق عليه فاميلي سيمبل اليمنت تايب للسيستم فاميلي النقطه التانية ان انت ممكن تبقى الفاملي ده داخل الفاملي ايديتور او او المانجر يعني وانت بتعدل داخل الفاملي نفسها اسم الحاجه اسمها طيب بس لما لما تروح على الموديل هيبقى اسمها فاميلي سيمبل الكلام ده يوضح معانا في في المحاضره في المحاضره الجايه واللي بعدها لما نيجي نشتغل على حاجه الفلور نفهم ما بينهم بس انا حبيت اقولها برضو ان احنا عندنا الطيب هو نفسه فاملي سيمبل وهو من نفسه من طيب بس كل واحده منهم حسب الاستخدام بتاعها حسب هو فاميلي كومبوننت فاملي ولا سيتم فاملي او الكلام ده كله. طيب، عندي بعد كده التقسيمه بقى اللي خلاص العنصر نفسه، يعني انا خلاص دلوقتي دخلت على الدورز دخلت على الفاملي بتاع السنجل دور، دخلت على السنجل دور اخترت مثلا الدور ابعاده مثلا 90 سم في ارتفاع 2 متر، طيب انا ممكن من نفس الدور ده يبقى عندي 10 دورز مثلا او 10 ابواب في نفس الشقه او في نفس مثلا الموديل اللي بشتغل عليه. يبقى هم كلهم من نفس الطيب كلهم من نفس الفاميلي كلهم من نفس الكاتيجوري بس كل واحد ليهم فيهم هو عباره عن انستنس او اليمنت مختلف عن الثاني لان كل واحد موجود في مكان مختلف عن الثاني يبقى إيه باختصار كده الانستنس ده هو الايتم اللي انا هعمله كرييشن من الطيب بس ليه لوكيشن معين يعني هو مستحيل يبقى نفس الايمنت ليه نفس اللوكيشن الا لو انت تحطهم فوق بعض دي حاجه مش منطقيه في الريفت فعشان يفرقوا ما بين الانستنس وبعضها يعني لو انت عندك الطيب في اكتر من انستنس كل انستنس ليه اي دي مختلف عن الثاني، يعني ليه ايدنتيفاير زي الرقم القومي بتاعه كده، يبقى الرقم القومي بتاع الانستنس ده بيفرق ما بينه وبين اي انستنس ثاني، بحيث لو انت عايز تجيب اليمنت معين تجيبه بالاي دي، فالاي دي بتاعه ده مستحيل يكون متكرر في الموديل، كل كل اليمنت ليه اي دي مختلف عن الثاني. طيب، آه عايزين برضه ناخد مثال على الكلام ده عشان نكون فاهمين الموضوع بشكل افضل. خلينا نخش مثلا، دي حاجة برضو واخدينها من برنامج الريفر. لو انت قلنا الكاتيجوري مثلا مثال كاتيجوري بتاعه الدورز او الابواب دي كده التقسيمه العامه ممكن يبقى قصادها مثلا الويندوز قصادها الكولمز قصادها انوتيشنز الكلام ده كله طيب فاحنا دخلنا على الكاتيجوري بتاعه الدورز كلام جميل زي الفل داخل الكاتيجوري بتاع الدور في اكتر من فابلي ممكن السنجل فلاش ممكن دبل فلاش ممكن تريبل فلاش وهكذا طيب دخلنا على الام سنجل فلاش يبقى كده الفاميلي اللي داخل الكاتيجوري داخل نفس الفاميلي دي هتلاقي نفس الدور بنفس كل حاجه بس في اختلاف في ابعاد معينه يعني هتلاقي مثلا دور 76 سم في 2 متر دور مثلا 86 سم في 2 متر دور 915 سم 915 مللي معلش في 2 متر وهكذا اللي هو 90 سم في 2 متر يعني يبقى هنا الفاميلي دخلنا على الطيب الطيب ده اختلاف في البرامترز او اختلاف في الابعاد بتاعه نفس الفاميلي طيب اكيد لو حد استخدم برنامج جيفت بريفيت شاف حاجه بالمنظر ده قبل كده شاف ان انت مثلا لو بتيجي ترسم دور او بتعمل موديل لدور على الريفيت او اي او ايا يعني كان احنا واخدين مثال الدور هنا هتلاقوا انت بترسم او بتعمل موديل على الشمال في البراوزر بتلاقي في الاسم الطيب اللي انت بتستخدمه او اللي هتعمل موديل منه بتلاقي مكتوب ام سنج فلاش آه 915 في 2134 اللي هو 90 سم في 2 متر ده الطيب اللي انت هتعمل موديل او هتعمل انستانس منه وهتعمل هتعمل كريشن من الطيب ده لو انت دوست على ايد الطيب بيظهر لك الطيب بروبرتس بتاعت الطيب ده اللي هو تقدر بقى تخش تعدل في الابعاد بتاعته تعدل في الويتس تعدل في في, الهايت الكلام ده كله وممكن تعمل دوبليكيت منه تعمل طيب تاني وممكن تعمل رينيم تغير الاسم بتاعه وهكذا يبقى احنا كده خلينا على مستوى الطيب بتاع الاليمنت طيب المستوى اللي اقل منه انت خلاص استخدمت الطيب ورسمت منه مثلا اليمنت او انستنس اللي هو الدور اللي هنا ده لو انت وقفت على الانستنس ده يعني دوست عليه بالماوس او عملت كليك عليه هتلاقي على الشمال ظهر البروبرتس بتاعته دي اسمها انستانس بروبرتس او الخصائص الخاصه بالاليمنت ده اللي هي نفسها الخصائص بتاعة الطيب بس بالاماكن او البوزيشن بتاع الدور ده يعني مثلا لو الدور ده في الليفل الاولاني هتلاقي مكتوب هنا الليفل الاولاني لو الدور في الليفل الثاني يبقى الليفل الثاني طيب ممكن الستيل هايت بتاعه مختلف يبقى الستيل هايت بتاعه هتلاقيه موجود وهكذا أه كل إليمنت من دول أو كل ايليمنت أنت رسمه ليه إنستنس بروبرتس مختلفة عن الإليمنتس التانية. طيب خلينا نرجع تاني للكودينج وعايزين نعمل إيه؟ عايزين إحنا قلنا الكاتيجوري وفاميلي والسمبل والإنستنس عايزين نجيب أي إليمنت من الموديل ندوس عليه مجرد ما ندوس عليه بس نعمل أدهن صغيرة كده أو إضافة صغيرة مجرد ما ندوس على الإليمنت ده يظهر لي اسم الكاتيجوري بتاعته الفاميلي بتاعته السيمبل او التايب Instance بتاعه ويظهر الاي دي يعني هنريتريف او نجيب الانفورميشن او الديتيلز بتاعه الاليمنت اللي احنا وقفنا عليه يبقى احنا الهدف بتاعنا دلوقتي ان احنا نعمل ايه ندخل على فيجوال ستوديو وهنعمل برنامج صغير بيجيب التفاصيل بتاعه الاليمنت ده او العنصر ده تمام نرجع تاني ل الفيجوال ستوديو انا عايز بس اتاكد ان الخط واضح ولا اكبر الخط بتاع الكودنج لو الخط مش واضح الناس تكتب لي ممكن اكبره واعمل زوم شويه تمام طيب هو في ناس تقول كبره فانا هكبره برضو احتياطي كده كويس احنا دلوقتي خلاص بعد ما ضفنا الريفت بي اي وريفت بي اي يو اي وعملنا الكوبي الكوبي بتاعهم اللوكال عملنا فولس عشان ما ينسخش نفس الملفات تاني عايزين نبدا نشتغل <تصفح> قلنا هنعمل ايه؟ هنريتريف البيانات بتاعه الاليمنت يعني هسلكت ايليمنت وبعد ما سلكته او عمل سلكشن عليه هيظهر لي بوكس كده يقول لي ده اسمه كذا الاي دي بتاعه كذا الكاتيجوري بتاعته السيمبل الكلام ده كله طيب فانا هسمي مثلا الامر ده بتاعي مثلا عايز اسميه وليكن جيت ايليمنت انفورميشن جيت ايليمنت انفو طيب احنا قلنا اول عشان نبدا نشتغل هنعمل ايه قلنا ان في حاجه اسمها اي اكسترنال كوماند وده اي حد عايز يعمل اي اضافه في الريفت لازم يمبلمنت او يطبق الحاجات بتاعه الاي اكسترنال كوماند طيب عشان اطبق حاجه زي كده السي شارب الامبلمنت بتاعها او انك تطبق حاجه موجوده آه, انترفيس زي ما قلنا بتعمل ايه؟ جنب اسم الكلاس بتدوس نقطتين اللي هو علامه الكولون وتقول له اي اكسترنال كوماند دي الحاجه اللي احنا عايزين نعمل لها امبلمنت او نطبقها طيب هو هنا مش عامل علامه ايرور ليه او شكل احمر لان هو مش عارف ان في حاجه اسمها اكسترنال كوماند طب ازاي يا بتا... عم مش احنا ضفنا ريفيتيف اي واي اي يو اي ازاي انت مش عارف <applause> لان هنا عشان تبدا اه تكتب الحاجه لازم تكتب الفول نيم بتاعها يعني تكتب ريفيتيف اي دوت كذا دوت كذا لحد ما توصل الاي اكسترنال كوماند طب عشان ما اعملش حاجه زي كده هعمل يوزنج للنيم سبيس او الـ 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 الفولدر اللي ده اللي داخل باي اي وريفيتيف اي يو اي, اي بحيث ان هو يبدا يتعرف على الكلام طيب يا هكتب يوزنج واكتب ريفيد يبقى اي كذا اول حاجه التانية ان انا هقف على الحاجه اللي هو عامل عليها ايرور وادوس كنترول دوت ادوس كنترول دوت مع بعضها هيجيب لي اقتراح او سيشن يقول لك انت عايز تعمل يوزنج للديسك ريفيد يو اي هقول له اه تمام ادوس عليها يبقى كده في ضفه فوق عنده يوزنج اوتوديسك ريفيد يو اي يبقى هو هنا الاي اكس ده داخل ريفيد دوت يو اي طيب هتلاقي عامل ايرور تاني الايرور تاني ليه يا عم فيه ايه؟ هدي بيقول لك ان دلوقتي انت عملت امبلمنت الانترفيس او ضفت الانترفيس بس ما ضفتش الفانكشنز اللي جواه احنا قلنا الانترفيس ده عباره عن ايه عباره عن ميثود او فانكشن اسمها اكسكيوت فاحنا عشان لازم نطبق انترفيس بشكل صح لازم نعمل الاكسكيوت دي في اما اضيفها بشكل مانوالي بشكل انا اللي مباشره او اخليه ديفا فانا برده عشان ديفا اي حاجه اخليها يعمل اوتوماتيك ادوس كنترول دوت ادوس كنترول دوت على الحاجه اللي عامل عليها ايرور هيقول لي امبلمنت انترفيس اقول له اه ادوس عليها هتلاقيه ضاف لي الميثود بتاع الاكسكيوت زي ما قلنا الاكسكيوت ده هتلاقي بترجع حاجه اسمها ريزولت ولو وقفنا عليها كده هتلاقيه بيقول لك انام دوت ريزلت بيقول لك ان هو بيديك الستاتس بتاعه الابلكيشن لما يخلص اكسكيوشن وهتلاقي الاكسكيوت بتاخد ثلاث حاجات حاجه اسمها كوماند داتا حاجه اسمها المسج حاجه اسمها الاليمنتس اه ده نفس الكلام اللي قلناه واحنا في البرزنتيشن هتلاقي كوماند داتا لو وقفت عليها هيقول لك ده contains the reference to application and view يعني ده بيحتوي على application والdocuments والحاجات الخاصة بالريفيد طيب المسج اللي وقفنا عليها يقول لك ان المسج دي هتبقى هتو هتو هت 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 هتظهر اليوزر لو حصل فيلير في الامر نفس الكلام اللي احنا قلناه طيب الـ elements هتلاقيه برضو بيقول لك دي مجموعة الـ elements اللي انت عايز تظهرها اليوزر او تعمل لها هايلايت لو حصل برضو فيلير طيب عايزين نبدأ نشتغل ونعمل حاجة اللي احنا عايزين نعملها نبدا نشتغل ازاي؟ هو هنا طبعا عامل ايرور على الاكسكيوت عشان هو بيرجع ريزلت وانت مش مرجع ريزلت دي فاحنا عشان بس نخليه يسكت دلوقتي هنعمل ريتيرن ريزلت وبعد كده هنشتغل عليها قول له ريتيرن ريزلت دوت مثلا سكسيد <applause> طيب <applause> عايزين نبدا نشتغل هنعمل ايه؟ قلنا ان مدخل الشغل بتاعنا كله عباره عن الكوماند داتا ده عباره عن الريفرنس بتاع الريفيد فانت لو عايز تجيب ابليكيشن عايز تجيب آه مثلا الدوكمنت عايز تجيب اي قلمة داخل ريفت لازم تدخل على الكوماند داتا طيب يبقى احنا عشان نستخدم اي حاجه ندخل على الكوماند داتا طيب انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب عايز اعمل سلكشن لعنصر والعنصر ده لما اعمل سلكشن عليه يجيب لي البيانات بتاعته طيب خلينا ناخد خطوه خطوه يبقى انا اول حاجه عايز اعمل سلكشن لعنصر عشان اعمل سلكشن عنصر هعمل ايه؟ هستخدم الابلكيشن ولا اليو اي ابلكيشن ولا اليو اي دوكمنت ولا الدوكمنت هم اربع حاجات اللي هم دول مفيش حاجه غيرهم اللي ممكن نستخدمها طيب احنا قلنا لو لما رجعنا للبرزنتيشن تاني هتلاقي ان احنا عشان نعمل سيلكشن لحاجه يبقى احنا كده دخلنا على الدوكيمنت بس طالما ليه علاقه باليوزر يبقى يو اي دوكيمنت يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على مستوى اليو اي دوكيمنت احنا قلنا اليو اي دوكيمنت لو هعمل سيلكشن لحاجه داخل الدوكيمنت بتاعتي يبقى اللي انا عايز اعمله ان انا اجيب اليو اي دوكيمنت طيب اليو اي دوكيمنت هجيبها ازاي؟ من كوماند داتا طيب هجيب الكوماند داتا اولو دوت طيب الكوماند داتا قلنا ان دوكيمنت او يو اي دوكيمنت ما بتبقاش موجوده مباشره داخل الكوماند داتا قلنا ان في حاجه اسمها الابلكيشن الاول بتحتوي على الدوكمنت واليو اي دوكمنت يبقى انا الاول هدوس او هجيب الابلكيشن بقول له ابلكيشن دوت هقول له اكتف يو اي دوكمنت. يبقى انا كده وصلت لليو اي دوكمنت. هتلاقيه ولو وقفت عليها هيقول لك ان هي من نوع يو اي دوكمنت. طيب يبقى احنا دوسنا كوماند داتا ده بالنسبه لي اللي هو الريفت دوت الابلكيشن دوت ال اكتف يو اي دوكمنت طيب عايز استقبل الكلام ده هو عامل عشان انت مش مستقبل الحاجه دي طيب هستقبلها في ايه؟ هستقبلها في يو اي دوكمنت يبقى اقول له يو اي دوكمنت هسميها مثلا يو اي دوكمنت كده استقبلت الاكتف يو اي دوكمنت ده كده احنا وصلنا لليو اي دوكيمنت داخل الريفيت او الدوكيمنت اللي انا ممكن اقدر من خلالها اتعامل مع اليوزر انترفيس زي ممكن انا اعمل سلكشن والكلام ده كله طيب عايز اعمل سلكشن لحاجه يبقى هقول له اليو اي دوكمنت اللي احنا جبناها دوت هتلاقي في حاجه اسمها سلكشن اه داخل السلكشن هتلاقي في حاجه اسمها بيك اوبجكت او بيك اوبجكتس حسب انت عايز تعمل لا لاكثر من عنصر ولا عنصر واحد انا هدفي دلوقتي ان اعمل عنصر واحد فادوس بيك اوبجكت يعني القط عنصر واحد او اعمل سلكت لعنصر واحد مجرد ما اعمل بيك اوبجكت هتلاقيه بيقول لك نوع الاوبجكت طيب اللي انت عايز تستخدمه ايه يعني وانت هتسلكت الاوبجكت هتسلكت الاوبجكت ده من الايدج بتاعته من الحرف بتاعته ولا الاليمنت كله يعني هعمل سلكت الاليمنت كله ولا من الفيس ولا من البوينت اوف سلكشن ولا وهكذا يعني حسب الاوبشن اللي انت هتستخدمه انا انا عايز اعمله ان انا اسلكت الاوبجكت كله او اسلكت الاليمنت كله يبقى انا هختار دوت يبقى وظيفه الامر ده ان هو بيدخل على اليو اي دوكمنت بيخلي اليوزر يسلكت اوبجكت واحد من خلال ان هو يعمل سلكت للاليمنت بشكل كامل طيب هتلاقي الكلام ده بيرجع حاجه اسمها ريفرنس لو وقفت على البيك <تصفح> اوبجكت هتلاقيه بيرجع حاجه من نوع ريفرنس الريفرنس ده عباره عن ايه عباره عن الحاجه اللي حصل لها سلكشن من اليوزر او او هو بيشاور على الحاجه دي من اسمها ريفرنس مع انه بيشاور طيب معنى كده انا لازم استقبل الحاجه دي في الريفرنس هقول له مثلا ممكن اسميها مثلا سيلكتد ايليمنت يبقى سيلكت ايليمنت ده عباره عن اليو اي دوكيمنت دوت سيلكشن دوت بيك اوبجكت وبختار الاليمنت يبقى لحد هنا انا عملت سيلكت للعنصر ده طيب عشان اجيب البيانات بتاعه العنصر هو الريفرنس ده ده مش العنصر نفسه ده مجرد ريفرنس للعنصر بمعنى ايه؟ انت لو معاك مثلا ازازه ميه فانا لو انا بعمل ريفرنس على ازازه ميه هشاور على ازازه ميه ما اشاور عليها بايدي او بصباحي انا كده بعمل ريفرنس على ازازه ميه بس انا مش معايا الميه في ايدي مش ماسكها في ايدي عشان امسكها لازم اقول لك هات ازازه الميه جيت ازازه الميه او هاتها واخدها منك وامسكها يبقى كده ببقى معايا ازازه الميه فانا عشان اجيب العنصر ده بشكل فعلي لازم اخش على الدوكومنت. واجيب قوله هات الحاجه اللي ممسوكة او هات الحاجه اللي معموله على ريفرنس طيب انا عشان اعمل كده هعمل ايه قلنا بالدوكمنت واليو اي دوكمنت اليو اي دي الحاجه الخاصه بالسليكشن او التعامل مع اليوزر طيب انا عايز امسك عنصر بالفعل او حاجه داخل الموديل يبقى استخدم ايه هستخدم الدوكمنت طيب الدوكمنت دي موجوده فين قال ليها هجيب الدوكمنت سميها دوكمنت موجوده داخل اليو اي دوكمنت يبقى اليو اي دوكمنت دوت دوكمنت كده انا مسكت الدوكمنت بتاعة اللي فيها الموديل او الحاجه اللي فيها الاليمنتس اقدر من خلال الدوكمنت دي اشوف بقى العناصر اللي حصل لها وابدا امسكها واجيبها واجيب البيانات بتاعتها زي ما احنا عايزين عايزين نجيب الفاميلي السيمبل والكاتيجوري والانستنس بتاعتها طيب يبقى احنا اول خطوه هنا جبنا اكتف انا كده بعمل آه زي تكست بس ده مش است... ده ما يعتبرش امر مجرد ما عملت العلامتين دول ده مش امر ده مجرد بس ان انا بكتب ملاحظه ده بيجيب ايه؟ بجيب الاكتف يو اي دوكيومنت طيب الخطوه اللي بعد كده جيت دوكيومنت نفسها طيب بعد كده سيلكت ايليمنت انا كده عملت سيلكت الاليمنت او عملت ريفرنس للاليمنت ده طيب بعد كده قلنا عشان نجيب العنصر ده او نمسكه هنخش على الدوكمنت ونقول له هات الاليمنت اللي معمول له سيلكشن او هات الاليمنت من خلال الريفرنس اللي معانا فانا هقول له الدوكيمنت دوت هتلاقي في حاجه اسمها جيت اليمنت يبقى الجيت اليمنت ده بيجيب الاليمنت اللي انت آه عايز تجيبها حسب بقى الاليمنت ده وول دور ايا كان الحاجه اللي معمول لها سيلكشن طيب عشان تمسك الاليمنت بيقول لك حاجه من ثلاث حاجات يا اما تحط له الاي دي وعرفنا من شويه واحنا في البرزنتيشن ان كل اليمنت او كل انستنس له اي دي مختلف عن الثاني وظيفه الاي دي ان هو يفرق ما بينها وبين اي عنصر تاني عشان لما يجي يمسك الاليمنت ما يبقاش ليه نفس الاي دي ان هو ساعتها مش عارف يمسك ده ده فهنا ممكن اجيبه من خلال الاي دي ممكن حاجه تانيه اجيبه من خلال الريفرنس ممكن حاجه تالته ان انا اكتب الاي دي بايدي اكتب اليونيك اي دي بايدي واديها له يقدر يجيب منه الاي دي طيب انا هنا ممكن اعمل ايه؟ ممكن احط الريفرنس مباشره اقول له الريفرنس او اللي هو السلكتد اليمنت بالنسبه لي يبقى انا كده مسكت العنصر او الحاجه الثانيه ان انا ممكن اجيب الاي دي بتاع العنصر ده وهو امسك الاليمنت منه يبقى في حالتين يا اما همسك الريفرنس يا اما همسكه من الاي دي فانا لو مسكت الريفرنس انا خلاص زي الفل انا همسك سلكت اليمنت او الحاجه الثانيه ان انا ممكن اجيب سلكت اليمنت دوت هلاقي في حاجه اسمها اليمنت اي دي يبقى انا كده مسكت الاليمنت بالاي دي هما الاثنين نفس الحاجه بالظبط هما الاثنين هياخدوا الاليمنت وهيمسكوه من خلال الدوكيمنت سواء بالريفرنس اللي هو اليمنت او سواء من خلال الاي دي طيب جيت ايلمنت ده بيرجع ايه هتلاقيه بيرجع ايلمنت لان هو مسك الايلمنت فاكيد هيرجع الايلمنت اللي هو مسكه يبقى انا عايز استقبل الكلام ده في الايلمنت بيساوي دوكمنت دوت جيت ايلمنت واديله يا اما الاي دي يا اما الريفرنس طيب انا كده مسكت الايلمنت يبقى انا كده جيت زائد كده انا مسكت الايلمنت داخل المودل. عايز بعد كده اعمل ايه؟ عايز اجيب البيانات بتاعته. طيب Element ده قلنا بيحتوي على الاي دي بتاعه، بيحتوي على اسم الانستنس، بيحتوي على الكاتيجوري، على الفاميلي، على الكلام ده كله. طيب هدوس مثلا على Element. اقول له دوت هتلاقي في حاجه اسمها النيم. يبقى ده الاسم بتاع Element. او اسم الانستنس اللي انت مسكته. طيب هتلاقي في حاجه ثانيه اسمها الاي دي، ده الاي دي بتاع العنصر. طيب الحاجه الثالثه هتلاقي في حاجه اسمها كاتيجوري، والكاتيجوري جواه حاجه اسمها دوت نيم يبقى انا كده مسكت النيم بتاعت الكاتيجوري طيب انا كده جبت الانستنس جبت الاي دي جبت الكاتيجوري نيم طيب عايزين نشوف كده الفاميلي والسمبل هدوس فاميلي مش هلاقي في حاجه اسمها فاميلي هدوس طيب مش هلاقي حاجه اسمها طيب هدوس مثلا سمبل مش هلاقي حاجه اسمها سمبل اه يبقى انا هجيب الكلام ازاي يبقى احنا عرفنا ان احنا نقدر نجيب الاي دي او الانستنس او الكاتيجوري من خلال الاليمنت بس مش عارفين نجيب لا family ولا السيمبل ده ليه؟ لان ريفيتيف اي في الدوكيومنتيشن بتاعتها ولما ندخل نشوف على الـ هتلاقي الكلام ده موجود ان الاليمنت تايب او السيمبل او الفاميلي ما بيجوش من خلال الاليمنت هو بيجوا من خلال الاليمنت تايب يبقى انا الاول لازم اجيب التايب بتاع الاليمنت ده ومن خلال التايب اجيب منه السيمبل او التايب واجيب منه الفاميلي يبقى احنا لو دخلنا على الدوكيومنتيشن بتاعت الريفيتيف اي هنلاقي ان مفيش حاجه اسمها اليمنت ومفيش حاجه اسمها element.family دوت فاميلي لكن في حاجه اسمها اليمنت تايب دوت واقدر اجيب التايب واجيب الفاميلي يبقى انا وظيفتي دلوقتي ان انا عايز اعمل ايه احنا جبنا الالمنت اللي هو العنصر او الانستنس عايز اجيب التايب بتاع الانستنس ده طيب احنا بنجيب دايما اي حاجه من خلال الموديل بنجيبها ازاي زي ما انت قلتوا كده من خلال دوكيمنت. بقول له جيت الالمنت يبقى اكيد بنفس الطريقه اقدر اجيب الالمنت طيب. طيب نجرب كده هقول له document. دوت جيت ممكن انا اديله الاي دي بتاع الطيب بتاع الـelement ده لو انا جبت الاي دي بتاع الطيب بتاع الـelement ده هقدر اديه له هنا هيجيب لي الطيب او الـelement الطيب بتاع الـelement ده طيب هديله دي ازاي من خلال الـelement هقول له دوت جيت طيب اي دي يبقى هو هنا هيجيب الطيب اي دي او الاي دي بتاع الطيب بتاع الـelement ويديه للميثود اللي هي اسمها جيت اليمنت يقدر يجيب منها الاليمنت تايب بتاع العنصر ده طيب انا عايز استقبل الكلام ده هستقبله المفروض ان هو الجيت بترجع اليمنت طيب انا عايز ارجع اليمنت ولا عايز ارجع اليمنت طيب انا عايز ارجع اليمنت طيب لان انا الاليمنت ده مع ان هو انستنس او مع ان هو العنصر نفسه لكن انا عايز ارجع اليمنت تايب بتاعه طيب الاليمنت تايب ده بتنهرت او بتورث من الكلاس بتاع الاليمنت يعني بيحمل نفس الخصائص بتاعته فانا ممكن انا اقول له هنا الاليمنت طيب. هقول له مثلا ده اليمنت طيب. بيساوي الكلام ده طبعا هو هيدي ايرور ليه اللي انت بتقول له هيرجع اليمنت وبتقول له ان انا بستقبله في اليمنت تايب ده مش هينفع طب ايه اللي ينفع طالما الاليمنت طيب ده بيورث او بينهريت من اليمنت يبقى اقدر ان انا اقول له اليمنت ده حطهولي كاليمنت طيب كاليمنت تايب دي, دي معناها ان انا بقول حاجه اسمها إز اليمنت طيب كده هيبقى في ايرور طيب معناه ايه الكلام ده معناه تاني انا عندي الاليمنت الانستنس بتاع العنصر اللي انا مسكته طيب انا عايز اجيب الطيب بتاعه عشان من خلال التايب ده هجيب التايب واجيب الفاميلي لان انا ما عرفتش اجيبه من خلال اليمنت انا جبت الاي دي والانستنس وجبت الكاتيجوري ده فقط ما جبتش لا الطيب ولا الفاميلي طيب فعشان اجيب تايب الفاميلي قلنا هنجيب برضو الاليمنت من خلال التايب اي دي بتاع العنصر طيب المفروض الجيت اليمنت ده بترجع الاليمنت وانا عايز استقبل الكلام ده في اليمنت تايب مش عارف استقبله طيب عشان استقبله هعمل ايه ما element تايب ده بيورث من خلال الاليمنت يبقى اقدر اقول له استخدم لي الاليمنت ده بس حطهولي لي element تايب وكلمه ك في السي شارب معناها از يعني حطهولي لي element تايب يبقى احنا كده جيت طيب احنا كده مسكنا الطيب بتاع الاليمنت طيب عايزين بقى نستخدم او نجيب بيانات بتاعه الطيب والفاميلي طيب لو جينا مسكنا كده الاليمنت الطيب قلنا دوت هتلاقي دوت نيم ده كده هيديك النيم بتاع بتاع الطيب وهتلاقي حاجه اسمها دوت فاميلي نيم يبقى احنا كده مسكنا الفاميلي نيم ومسكنا النيم او الطيب نيم بتاع العنصر يبقى احنا كده نقدر نخلي الاليمنت نجيب الاي دي ونجيب النيم بتاع الانستنس ونجيب الكاتيجوري ونخلي الاليمنت طيب نقدر نجيب الاسم الطيب ونقدر نجيب اسم الفاميلي طيب عايزين نظهر الكلام ده لليوزر شكل بوكس او في شكل زي دايلوج كده يظهر اليوزر بشكل كويس بحيث ان هو البيانات دي تظهر له لما يعمل سيلكت طيب عشان نعمل كده في حاجه اسمها تاسك دايلوج ده من خلال ريفت اي باي تاسك دايلوج ده عباره عن ويندو تظهر لليوزر الويندو دي فيها البيانات او الحاجه اللي انا عايز اظهرها. طيب تاسك ديالوج هقول له دوت شو اظهر لي تاسك ديالوج هياخد مني حاجتين، اول حاجه التايتل او العنوان بتاع التاسك ديالوج يعني الويندو اللي دي يكون فيها العنوان بتاعها، العنوان ده اسمه ايه؟ وثاني حاجه التفاصيل اللي داخل الويندو دي او الحاجات اللي انت عايز تكتبها داخل الويندو، يبقى اول حاجه التايتل هقول له مثلا ان عايز هكتب مثلا ايليمنت الديتيلز مثلا التفاصيل بتاعه هي اللي هي الاليمنت طيب والاي دي والانستنس والفاميلي والكاتيجوري والكلام ده كله طيب والانستراكشن الانستراكشن دي عباره عن او مين انستراكشن عباره عن التفاصيل الاساسيه اللي انا عايز اكتبها اللي هي الحاجات اللي انا عايز اكتبها داخل الويندو طيب يبقى احنا كده خلاص كتبنا التايتل وعايزين نكتب التفاصيل طيب. انا هكتب التفاصيل دي عايز اكتب ايه عايز اكتب الاي دي اقول له مثلا الاي دي بتاع العنصر عباره عن كذا وبعدين عايز اكتب السطر اللي بعده انستنس اسمه كذا وعايز اكتب بعد كده الطيب اسمه كذا وبعد كده وبعد كده الكاتيجوري طيب هعمل حاجه زي كده ازاي هقول له اي دي الاي دي بيساوي او الـ او يعني بيساوي الاليمنت دوت اي دي فاحنا كده كتبنا الاي دي بيساوي الام دوت اي هو لما انا اعمل بيلد للابلكيشن او اعمل ران او اخلص واعمل سيف هو الاليمنت تايب دي لما اجي اشتغل على الريفت هيشيل الاليمنت تايب ويحط مكانها او سوري الاليمنت دوت اي دي هيحط مكانها القيمه بتاعه الاليمنت دوت اي دي يعني مثلا لو العنصر ده الاي دي بتاعه مثلا اه مثلا 200 مثلا يبقى هو هيكتب اي دي ويحط نقصتين وطالما انا عامل له الشكل ده كده هو هيشيل الكلام ده مع انه هيشيل الكلام ده وهيحط القيمه الفعليه اللي داخل الاليمنت دوت اي دي يعني دي مثلا 200 هيشيل الكلام ده يحط 200 لكن الحاجه اللي باللون باللون الاحمر كده زي ما احنا شايفين دي اتحط زي ما هي مش هيغير فيها حاجه يبقى هنا الحاجه اتحط زي ما هي من الحاجه هيشيلها ويحط مكانها الاليمنت اي دي اللي هو القيمه الفعليه بتاعه الاي دي بتاع الاليمنت ده طيب عايز اعمل بعد كده عايز اشد سطر وانزل على السطر اللي بعده واكتب آه الاسم مثلا instance وبعد كده طيب وهكذا طيب عشان اعمل سطر بستخدم حاجه اسمها environment دوت نيو دي تبع مايكروسوفت ملهاش علاقه بريفت باي دي تبع مايكروسوفت ان انت عشان تعمل سطر جديد او تنزل سطر تعمل انفايرمنت نيو لاين هو بمعنى كده ان اي حاجه جايه بعد الكلام ده هتكون في السطر اللي بعده طيب عايزين مع الاي دي نعمل ايه اسم ال-instance نقول مثلا انستنس طيب عايزين نحط الانستنس يبقى هنقول الاليمنت دوت نيم يبقى هنقول له دوت نيم واتفقنا ان اي حاجه باللونست زي ما احنا شايفين كده دي عباره عن الحاجه اللي هتشال وهيحط مكانها لاسم الفعل بتاع العنصر ده او القيمه اللي احنا عايزين نحطها طيب خلصنا السطر نعمل ايه نحط environment دوت نيو لاين نحط سطر جديد طيب عايزين بعد الانستنس احنا ماشيين تقسيمه instance وبعد كده الطيب بعد كده الفاميلي بعد كده تجر بعد كده الطيب طيب الطيب ده قلنا من الاليمنت طيب دوت نيم طيب بعد كده نشد سطر دوت نيو لاين بعد كده فضلنا الفاميلي قلنا من الاليمنت تايب دوت فاميلي نيم بعد كده نشد سطر بعد كده اخر حاجه عندنا ايه بقول له كاتيجوري هقول له الكاتيجوري بتجيبها من الـ element نفسه دوت كاتيجوري دوت النيم خلصنا كده مش محتاج اشد الخط التاني خلاص انا كده خلصت الحاجه اللي انا عايز اكتبها يبقى اول حاجه دي اللي قبل الكوما دي عباره عن الحاجه اللي هتتكتب كعنوان للديالوج او الويندو الحاجات اللي تحت بعد كده دي عباره عن التفاصيل اللي هتتكتب وقلنا ان هو يشيل اي حاجه من هنا ويحط مكانها القيمه الفعليه وقلنا ان الانفايرمنت نيو لاين دي عباره عن ان هو هيشيل ده ويحط سطر جديد عشان يكتب عليه بيت حاجه طيب المفروض ان انا كده خلصت بس انا في شويه حاجات عايز اقول عليها قبل ما نخلص اول حاجه اول حاجه ان انا عشان اعمل اي امر في الريفت باجي على الكلاس او الحاجه اللي إن انا بعمل فيها الامر بعمل حاجه اسمها ترانزاكشن اتريبيوت طيب هو برده مش قادر يقرا معانا هدوس كنترول دوت هيقول يوز ديسك ريف اتريبيوتس اقول له تمام الترانزاكشن اتريبيوت ده عباره عن حاجتين ترانزاكشن مود يا اما دوت مانوال وفي هنا مشكله تقريبا اه المفروض ان انا ماشي تمام فنضيف ده داخل الشكل ده كده المود بتاعي يا اما دوت مانوال يا اما دوت ريد اونلي طيب احنا مش هنتكلم عن الترانزاكشنز المحاضره ايه؟ دي هنتكلم عن المحاضره الجايه عشان يعني نفهمها بشكل اكثر دقه او تفصيلا بس انا عايز اقول دلوقتي ان هي الفرق بينهم ايه؟ لو انا هغير حاجه في الموديل بخليها مانوال لو انا مش هغير حاجه في الموديل هخلي ريد اونلي معنى ايه معنى دلوقتي الامر بتاعي ده هل بيغير حاجه في الموديل لا ده مجرد بس بيعمل بتسلكت حاجه في الموديل وبيظهر لك بيانات لكن لو غيرت مثلا مكان حاجه ولا غيرت مثلا الدايمنشن بتاعه حاجه ولا نقلت حاجه مكان حاجه ولا الكلام ده كله يبقى انا ما لعبتش في الموديل لو انا ما لعبتش في الموديل بعمل ريد اونلي زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي دي معنى كلمه ترانزاكشن ريد اونلي لو انا هغير حاجه في الموديل بعملها ترانزاكشن مود دوت مانوال والمحاضره الجايه ان شاء الله هنفهم بالظبط الفرق بينهم وهنستخدم المانوال ونفهم ازاي بنعملها طيب <applause> قبل ما نخلص برضو عايزين نقول ايه عايزين نقول ان احنا افترضنا ان البيست كيس سيناريو ان يعني مش هيحصل اي مشكله في الامر طبعا مش منطقي هو ممكن يحصل كذا مشكله ايه اول مشكله ممكن تحصل ان انا بعد ما اجيب الريفرنس او اعمل سيلكت العنصر العنصر ده يكون في مشكله فما او ما يعرفش يجيب العنصر فيطلع الريفرنس ده مش موجود او مفيش حاجه اسمها كده يعني هو يجي سيلكت العنصر مش هيلاقيه معنى كلمه مش هيلاقيه في البرمجه مع ان هي بنل يعني معنى ان هو راح جاب الحاجه وما لقاش حاجه او لان الحاجه دي مش موجوده معنى ان هو هيدي نل ولو مسك حاجه بنل هيدي اكسبشن اكسبشن ده مع ان ايرور او هيدي ايرور في البرمجه مع ان هو ما عرفش يجيب الحاجه دي فانا عشان اتفادى الكلام ده هقول له ايه احنا كل الحاجات اللي جايه دي معتمده على ان هو اصلا راح جاب الحاجه ولقاها يعني ما لقاش نول يعني لا حاجه فعلا موجوده طيب معنى كده ان انا لو انا عايز اقول له طب لو ما لقيتش هيحصل ايه يبقى احنا عايزين نقول له ان كل الكلام اللي جاي ده لو الريفرنس اللي انت رحت جبته ده هو اللي هو السلكتد ايليمنت احنا مسمينه سلكت ايليمنت يساوي نل معنى كده ان هو مش بنول يعني مش فاضي يعني انت لقيت حاجه فعلا كل الكلام اللي جاي ده كام اشتغل عليه عادي زي ما احنا قايلين طيب غير كده يعني لو انت رحت لقيته ما لقيتوش بنل يعني لقيته موجود هتعمل الكلام ده هتجيبه, هتجيبه. هتجيب الاليمنت الطيب وبعدين تكتب تاسك دايالوج وتجيب الويندو تكتب البيانات بتاعه الاليمنت سواء الكاتيجوري والفاميلي والسيمبل والكلام ده كله طيب ما لقيتوش يبقى هقول له else لو انت ما لقيتش العنصر ده في الحاله دي قول لي مثلا ان الريتيرن بتاعي او ريزلت دوت فيل يعني رجع لي ان الريزلت دوت يعني انت ما عرفتش تجيبه وفي الحاله دي ممكن اظهر اليوزر المسج احنا يعني قلنا ان المسج لو انت عايز تظهر اليوزر حاجه معانا في حاله ان هي حصل فيلير تظهر اليوزر المسج دي فانا عايز اقول له المسج دي اظهرها لي طيب بس هو في الغالب طالما كده كده هو ما لقاش عنصر احنا يعني مش محتاجين نظهر حاجه يعني هو ما لقاش عنصر فخلاص طيب لو انا عايز اظهرها بقول له المسج دي وبقول له بتساوي حاجه معانا يعني بقول له قيمه مثلا بقول له اي حاجه انا عايز اكتبها مجرد ما انا عملت كده هو المسج دي بتظهر اليوزر زي ما انا كتبتها طيب الحاجه الثانيه انا عايز اقولها برده ايه ان انا برضه افترضت ان مفيش حاجه مش متوقعه تحصل يعني افترضت ان هو راح جابه سواء لقاه او ما خلاص يعني لو ما خلاص هيرجع فيلير لو لقاه هيرجع ساكتيتد طيب في حاجه ثالثه ممكن تحصل حاجه غير متوقعه انا ممكن مش مش عارف ايه اللي ممكن يحصل ممكن يحصل ايرور في حته معانا. في حال في حاله البلوج اللي احنا مش عايزه دلوقتي في الغالب مش تحصل ان احنا بنشتغل على حاجه بسيطه بس انا بفهمكم كونسبت معين ان انت ممكن في حته معانا يحصل فيها مشكله طيب في الحاله دي هنعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها اكسبشن هاندلنج اللي هي ان في ايرور ممكن يحصل انا متوقع ان هو ممكن يحصل بعمل له هاندلنج او بهندله او بقول لو حصل الحاجه دي يخرج بره الامر عشان ما ابوظش حاجه في الموديل. احنا زي ما قلنا في الحل اللي احنا مش النهارده في الغالب مش حاجه زي كده لان انا مجرد بس بجيب حاجه او بجيب الديتيلز بتاعت العنصر بس ككونسبت نبدا نشتغل عليه بنعمل حاجه على الجزء اللي احنا شاكين ممكن يحصل فيه مشكله فليكن مثلا احنا شاكين ممكن يحصل مشكله من اول هنا مثلا اقول له تراي ونحط كل الكلام اللي احنا جايبينه ده داخل التراي كل الكلام ده لو عرف يجيبه خلاص ما فيش مشكله لو ما عرفش في الحاله دي هقول له كاتش يعني امسك الايرور او الاكسبشن الايرور هنا معناه اكسبشن الاكسبشن ده مثلا هسميه اي مثلا طيب لو ماسك الاكسبشن ده او لو لها ايرور اللي هو الاكسبشن اللي اسمه ايه e هيعمل ايه في الحاله دي هقوله المسج اظهر لي المسج دي الايرور اللي انت لقيته بتساوي الاكسبشن دوت مسج او الاي دوت مسج يعني بمعنى ايه لو فرضنا حصل اي مشكله هنا انا مش متوقعها وضرب مثلا ايرور الايرور دي اللي هو الاي e. الاي e ده جواه المسج اللي هو الرساله بتاعه الايرور او التفصيله بتاعه الايرور انا عايز اقول له ان خلي المسج بتاعه الريفت هي نفسها المسج بتاعه الاكسبشن بحيث ان هو هيجي اليوزر هيظهر له المسج دي وبعد كده هقول له ريتيرن ريزالت دوت فيلد طيب انا كده المفروض ان انا خلصت بس المفروض ان انا عايز بعد كده اخر خطوه ان انا افتح الريفت الاقي الامر اللي انا عملته عشان اضيفه فانا عشان اعمل كده بضيف حاجه اسمها المانفست كود اللي هو الكود اللي احنا شايفينه ده المانفست كود ده عباره عن ايه؟ حاجه الريفت بيقول لي عشان تضيف الامر ده داخل ريفت لازم تعمل ملف بالشكل ده او بالصيغه دي زي ما هنشوف دلوقتي الملف ده الامتداد بتاعه دوت اد يعني هاجي هنا على البروجكت اقول له اد اد نيو ايتم هلاقي هنا حاجه اسمها عايز اقول له مانفست هضيف المانفست فايل ده هسميه مثلا وليكن بم كوماندز نفس الاسم بتاعي مش شرط ان يكون نفس الاسم بس انا هستخدم نفس الاسم بس الانستات بتاعه مش هيبقى هيبقى ادن ده الريكوايرمنتس بتاعه الريفت يعني الريفت عشان يقرا الحاجه اللي انت عاملها لازم تعمل حاجه اسمها ملف دوت ادن او الموان فايل ده وتضيفه تشيل كل الكلام ده احنا مش محتاجينه هناخد الكلام ده copy بيست من الملف ده ده الملف ده موجود تبع اوتوديسك ممكن تدخل على النت تجيبوه او انا ممكن ازوده بالريسورس بعد المحاضره ناخد كوبي ده ونحطه نعمل بيست طيب بس لازم نعدل فيه شويه حاجات عشان يبقى متوافق مع الحاجه اللي احنا عايزين نعملها يعني اول حاجه مثلا اسم الكوماند بتاعنا احنا مسمينه ايه مثلا عايزين نقول له مثلا جيت element انفو طيب اسم الدي ال بتاعتي عباره عن ايه الدي ال بتاعتي عباره عن البم اريبيا دوت او اسم الدي ال ال او الملف اللي احنا عايزين نعملها اللي هو اسم بروجكت يبقى دوت كوماند طيب بعد كده عندي الفول كلاس نيم يعني هنا الفول كلاس نيم ده الكلاس اللي احنا شغالين عليه هتجيب الفول نيم بتاعه الفول نيم بتاعه هو نفسه اسم الكلاس بس قبله اسم النيم سبيس يعني هتقول النيم سبيس ده كده دوت اسم الكلاس اللي هو جيت اليمنت info طيب بعد كده التكست اللي هيظهر اليوزر عشان يبقى بالنسبه له كيوزر انترفيس يظهر له اسم ايه؟ هيقول له مثلا ايليمتد ديتيلز مثلا كده اسم الحاجه اللي هتظهر اليوزر طيب ديسكريبشن لما يقف على الحاجه دي المفروض هافر عليه هيظهر له بعض الكتابه مثلا يقول له ايه؟ جيت او ريتريف مثلا انفورميشن هنا الفندر اي دي او الحاجه اللي انت اللي مصنعه للحاجه وليكن مثلا هو بال دي بتاعها وليكن مثلا بيم اي ار الديسكريبشن بتاعتها هنكتب مثلا وليكن بيم اريبيا. طيب بقى عندي حاجتين حاجه اسمها الأدن اي دي وحاجه اسمها الفيزابيلتي مود طيب الفيزابيلتي مود دي عباره عن ايه؟ عباره عن البلوجن ده او الاضافه اللي انت تعملها تبقى موجوده على طول ولا ما تبقاش موجوده ولا تبقى موجوده لو 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 الدوكمنت دي اكتف يعني انت لو فاتح بعد كنت عايزها تبقى مش موجوده غير لما في اكتف بروجكت او بروجكت معمول له اكتيفيشن هتقول نوت فيزبل وانه اكتف طيب لو انت عايز تقول له ان هي تبقى موجوده على طول حتى لو فيش بروجكت تقول له اولويز فيزبل طيب التفاصيل دي اعرفها منين في برضه في لينك هتلاقيه موجود في الريفرنس في البرزنتيشن في لو انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي ممكن اكتبها هنا يعني عايز لو انا عايز تظهر لو مش يظهر الكلام دا كله. ده كله فنعمل دلوقتي احنا نخليها نوت فيزبل وانه اكتف إنتو يعني ما تبقاش موجوده غير لو انت فاتح بروجكت. طيب اخر حاجه اللي هي أيدي. الايدي ده عباره عن ايدنتيفاير لازم يكون لكل ادن مختلف عن التاني. زي الرقم القومي برضو بتاع طب انا عايز اجيب رقم قومي مختلف للراجل بتاعي هعمل ايه؟ ممكن من خلال الانترنت اكتب كرييت جي يو اي دي اللي هو جلوبال ايدنتيفاير او ممكن من خلال فيجوال ستوديو اقول له تولز اقول له كريت جود اللي هو جلوبال يونيك ايدنتيفاير اختار الشكل السادس ده ده اللي هو اللي بتوافق مع الريفت هقول له نيو جود مجرد ما اعمل نيو جود هو هيجيب واحد تاني هقول له هقول له كوبي ارجع هقول له كوبي هنا اشيل بيت الحاجات الزياده اللي مش عايزها هو كده عمل خلاص عمل واحد جديد للملف بتاعي او البلاجن بتاعي طيب كده خلصت اه كده خلصت كده انا خلصت بالنسبه لي الجزء بتاع الريفت فاضل حاجتين صغيرين اقول عليهم برضو ان انت عشان الملف ده يشتغل داخل الريفت فض احطه في مسار معين في السي المسار ده حاجه من الاتنين يا اما لو انت عايز البلوجن ده يبقى موجود ليوزر معين يعني لو انت بتستخدم الويندو في اكتر من يوزر هتستخدم المسار ده لو انت عايز البلوجن يبقى موجود لكل اليوزرز يعني الويندوز بشكل عام ايا كان مين اليوزر اللي بيستخدم الويندو هيبقى في المسار ده اول مسار اللي هو في ال داتا رومنج roaming autodesk وبعد كده حسب نوع ريفت 2019 2018 2020 وهكذا. ثاني مسار لو انت عايز يبقى ملوش علاقه باليوزر يعني يبقى لكل اليوزرز هتقول له سي بروجرام داتا autodesk ريفت والكلام ده كله. طيب لو احنا دخلنا هنلاقي دي كل البلوجنز اللي موجوده اصلا على الريفت متحمله يعني الريفت اصلا كده كده بيبقى جاي في بلوجنز موجوده جاهزه او كلها ناخد بالنا كلها انذاب بتاع حدود ادن ده نفس الانذاب بتاع الملف اللي احنا كنا شغالين عليه يبقى اي بلوجن موجود داخل ريفت او اي اضافه موجوده داخل ريفت موجوده بالفعل في المسار ده احنا يعني قلنا المسار ده ملوش علاقه باليوزر يعني هو موجود لكل اليوزر اول واحد دخلنا على المسار الثاني هنلاقي لو في ادن احنا عايزين نضيفها لليوزر ده فقط. طيب فانا المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض بعد ما اخلص واعمل بيلد للابلكيشن او ران الابلكيشن اروح اعمل كوبي للملفات اللي احنا عملناها ونحطها داخل المزده يعني المفروض ان انا اعمل حاجه زي كده ده الملف اللي احنا عليه هدخل على البن الديبج احنا لسه ما عملناش بيلد فانا عشان اعمل البيلد الاول عشان يظهر لي هقول له من هنا هقول له بيلد سوليوشن طيب لو روحت تاني يعني لنفس الملف هتلاقي فيه ملفين اتعملوا بس هو هتلاقي انه هو عمل الدي ال ال وعمل ملف تاني كده مش عارفين ده ايه دلوقتي ده خاص بالبروجكت بس ما عملش ليه هو ده الملف ده طيب انا عايز انا اعمله اعمل ايه؟ هتلاقي هنا بيقول لك دونت كوبي هقول له لا كوبي اولويز او, أو كوبي اف نيور معنى معناها ايه؟ هو دونت كوبي مع انهم مش هينسخوا مع الملفات طيب هل ده زي الريفت بي اي يو اي دو دي ال ال والريفت اي ال لا الريفت بي اي دو دي ال ال كده كده موجود على الجهاز فانا مش محتاج ان انا اعمل له كوبي فكنت عملت الكوبي بتاعه فولتس لكن الملف ده انا لسه عامله بايدي دلوقتي ومش موجود على الجهاز اللي انا هوديه لليوزر او مش موجود عندي على الجهاز فلازم اعمل له كوبي فانا ممكن اقول له اما كوبي اولويز يعني اعمله على طول او كوبي اف نيور يعني لو تعدل فيه وتجدد يتعمل كوبي فانا اختار الاختيار ده اجوز سيف بعد كده اعمل بيلد اعمل ريبيلد تاني اروح على الملف هتلاقيه ضاف الملف ده اللي هو دوت أدم اللي هو اللي احنا لسه عاملينه طيب المفروض ان انا ايه؟ المفروض ان الكلام ده كوبي السمك كوبي كده واروح على المسار مسار من الاثنين اللي هو واحد من الاثنين دول لو انا هضيفه لكل يوزرز هستخدم المسار اللي تحت اضيفه اليوزر اللي انا فيه بس الويندوز هستخدم المسار ده طيب ده كده هشتغل بشكل مانوال يعني انا عايز اضيف الكلام ده هروح على المسار ده كده اروح على المسار ده ده با كده بالنسبه لليوزر مش موجود فيه ادن قبل كده فتاخد الكلام ده كوبي واروح احطه هنا بعد كده لو فتحت الريفت هلاقي البلجن موجود طيب لو انا عايز الكلام ده يتم بشكل اوتوماتيك ممكن امسح الكلام ده تاني في طريقه ممكن من خلالها اخلي الفيجوال ستوديو يعمل كوبي للملفات دي بشكل اوتوماتيك بدل ما كل مره اروح اعملها ايه الطريقه دي الطريقه من خلال امر نرجع تاني ونوتس حاجه اسمها البوست بيلد ايفنت يعني حاجه تحصل لما بعمل بعد ما اعمل بيلد او بعد ما بعمل ران الابلكيشن تحصل اوتوماتيك زي ان انا في امر كده بلغه معانا او بلغه برمجه معانا ان هو يعمل كوبي للملفات اللي انا عايز اعمل اعمل لها كوبي اللي هي الملفات المفروض عليهم واضيفهم داخل المسار اللي انا عايز اضيفه فانا عايز اضيف المسار بتاع الاب داتا اللي هو بتاع اليوزر هضيف الجمله دي لو عايز اضيف الملفات لكل اليوزر هضيف الجمله دي وليكن مثلا استخدم الامر الاولاني هروح على ايه هروح على بروجكت بروبرتيز بعد كده اقول البيلد ايفنتس ده لو عايز اعمل حاجه قبل ما اعمل ران وده لو عايز اعمل حاجه بعد ما اعمل ران انا دلوقتي عايز اعملها بعد ما اعمل ران فدوس الكلام ده هنا هضيف الامر اللي انا عايز اضيفه معنى الامر ده باختصار يعني النقط دي مش مهمه ممكن حد يعمل كوبي مانوال well. بس انا برضو بشرحها هنا هيعمل كوبي التارجت دايركتوري دي معناها الملفات اللي داخل البروجكت ده هيضيف او هيعمل كوبي لكل الملفات لان انا عملت دوت وما نوع الانتاج بتاعها يعني هل هي دي ال ال ولا دوت ادن ولا دوت ام بي 4 ولا اي كان نوع الملفات معنى كده هيخش على الدايركتوري بتاع البروجكت هيجيب اي ملف داخل البروجكت اللي هم الثلاث ملفات اللي احنا عملناهم وبعد كده تسيب مسافه في المسار اللي انت عايز تعمل كوبي فيهم لو عايز تعمل في الاب داتا دوت ادو ادنز حسب نوع الحاجه اللي انت عايز تضيفها لو كنت شغال على الاول يوزرز كنت تستخدم بروجرام داتا برضه اوتو ديسك ريفيت وهكذا دوس اوكي بعد كده اعمل سيف واعمل بيلد طيب عايزين نتاكد ان الكلام شغال ده كده الملفات مش موجوده لسه ما عملتش بيلد لو عملت بيلد هل هيعمل كوبي فعلا ولا لا أه؟ تعال طيب نشوف كده نعمل بيلد هتلاقيه بيقول لك هنا 3 فايلز كوبي في ثلاث ملفات حصل لهم كوبي طيب لو رحت كده على الملفات اه هات ثلاث ملفات فعلا حصل لهم كوبي الميزه بقى في الطريقه الاوتوماتيك دي ايه ان انا مش محتاج كل مره لما احدث حاجه في الملف اروح اعمل كوبي بنفسي واحطهم في نفس المسار انا خلاص ضمنت ان انا كده كده المفاتح تعمل لها كوبي بشكل اوتوماتيك طيب كده انا خلصت في حاجه ممكن اعملها زياده اه في حاجه ممكن اعملها برده ممكن تفيدني في حاجه ان انا لو انا عايز بدل ما افتح الريفت من هنا وأقول له الريفت وافتح واشوف البلوجن بتاعه واشتغل عليه ممكن اعمل حاجه ثانيه ممكن ان انا اخلي افتح الريفت من الفيجوال ستوديو طيب ازاي المفروض لو دوس ستارت هنا بيعمل بيلد الابلكيشن طيب انا عايز اخلي ستارت ده يعمل بيلد ويروح يفتح هعملها ازاي؟ برضو من بروجكت بروبرتيز من ابلكيشن او في البيلد المفروض ان انا عايز اخليه يفتح الابلكيشن طيب بقول له ايه؟ بقول له بدل ما ستارت بروجكت ستارت اكسترنال بروجرام هدور على برنامج الريفت اللي هو موجود فين؟ موجود في السي بروجرام فايلز تو ديسك ريفت 2020 ادور على الريفت اللي هو ده دوس عليه بعد كده تك خلاص انا كده خلصت دوس ستارت مجرد ما دوس ستارت هيعمل بيلد وهيعمل قابل ملفات وهيفتح برنامج الريفت طيب خلينا نجرب كده مع بعض دوس ستارت هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي في ملف موجود اسمه <applause> اللي احنا لسه عاملينه. الملف ده هو مش عارف مش قادر يتعرف عليه، ليه؟ لان انا ال الاضافه اللي انا ضفتها دي ما عملتلهاش حاجه اسمها تراست سيرتيفيكيت او بمعنى ان انا ما حطيتهاش على الاوتو آه، ديسك بتاع الاوتو ديسك عرفتوش ان في حاجه اسمها كده، فهو بالنسبه له ممكن يكون ده مثلا حاجه خارجيه او حاجه ممكن تبوظ حاجه عندي، لكن أنا, انا ضامن الحاجه ان انا عاملها بايدي فاقول له اما اقول له يعني, يعني اعملها على طول أو اعملها لود المرة دي بس، لو أنا حاجة مش ضامنها هقول دوت نود دونت لود أو ما تعملهاش لود، هقول لود وانس طيب، عايز أفتح مثلا ملف وأشتغل عليه، ولكن مثلا نعمل أوبن الملف الموجود قبل كده، كان في ملف أنا كنت مجهزه، ناخد المسار بتاعه اللي هو الملف ده اللي فيه الدور طيب الملف ده عباره عن ملف بسيط بس عباره عن وولز وفيه دور طيب عايزين نجرب الاضافه الاقيها الاقيها فين؟ هتلاقي فيه تاب اسمها ادنز جوه التاب اسمها ادنز دي حاجه اسمها اكسنال تول لو وقفت عليها هيظهر لي الحاجه اللي احنا عاملها. اللي هي ليمتد ديتيلز دي 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 الحاجه اللي احنا لسه دلوقتي لو دوسنا عليها متوقعين يحصل ايه هيخليني اعمل سيلكت الحاجه ولما اعمل سيلكت عليه يظهر يقول لي البيانات بتاعتها فخلينا نجرب كده ندوس. ايلمنت ديتيلز هتلاقي بيقول لك هنا سيلكت الاليمنت هقول له مثلا الدور ده اه ظهر لي فعلا جاب لي ديتيلز في في التايتل او في العنوان بتاعي وجاب لي داخل المين اللي كنا كاتبينها بنفس الصيغه اللي عملناها اللي هي كل سطر فيه البيانات اللي عايزين نعملها دي الاي دي اي دي اللي هو الرقم الكبير ده بعد كده اسم الانستنس واسم الطيب، واسم الفاميلي واسم الكاتيجوري طيب خلينا نجرب حاجه تانية، ممكن ندوس برضو على external tool، ونجرب مثلا وليكن على وليكن مثلا الوول دي او ايا كان نفتح نفس الملف تاني ندوس على أدينز على تول ونقف على الول دي هتلاقيه جاب له الاي دي بتاع الول ما لو لاحظ ان هو مختلف عن الاي دي بتاع الويندو او بتاع الدور بيقول لك الاسم الانستنس والتايب والفاميلي والكاتيجوري بتاعه يبقى احنا كده طبقنا على الكلام اللي قلناه فيه المحاضره نراجع بس مراجعة سريعة اللي احنا قلناه قبل ما لو نستقبل اسئلة لو في حد عنده اسئلة احنا خدنا النهاردة ايه اه السمر بتاعنا اتكلمنا عرفنا عن ايه ريفيتيف اي وعرفنا ليه ممكن نستخدمه وايه ايه الفوائد اللي ممكن تعود علينا منه وازاي نعمل اكسبلور داخل الدوكيومنتيشن وفي المحاضرة الجاية هنعرف اكتر عن الدوكيومنتيشن اللي احنا عايزين ندور على حاجة داخل الدوكيومنتيشن وازاي نجهز الورك انفيرمنت اتكلمنا على فيجوال ستوديو والريفيتيف اي الفايلز بتاعته اتعلمنا حاجه اسمها اكسترنال كوماند دي اساسيات بتاعة ريفت لو أي هتعمل اي امر لازم تمبلمنت الاكسترنال كوماند وعرفنا ازاي العناصر بتقسم داخل الريفت بي اي عرفنا ان في حاجه اسمها كاتيجوري حاجه اسمها فاميلي حاجه اسمها تايب او سيمبل وحاجه اسمها الانستنس وبعد كده جبنا او عملنا ادن صغيره اللي هي جيت اليمنت انفورميشن بتجيب الانفورميشن بتاع الادن بتاع او او بتاع العنصر اللي احنا ماسكينه انا كده خلصت المحاضره النهارده لو في اي اسئله ممكن استقبلها في سؤال من باشمهندس أماني نعرف إزاي أكتر عن الأوامر اللي استخدمتها في البرمجة منين؟ يعني لو حد عايز يزود تمام هو احنا يعني في اخر محاضره هنتكلم في الموضوع بالتفصيل بس انا برضو هتكلم سريعا دلوقتي عنها احنا ممكن ندخل على الدوكيومنتيشن سواء الاس دي كي اللي قلنا عليه او من خلال فيجوال ستوديو او من خلال او من خلال اون طيب ازاي انا مثلا هنا عايز استكشف داخل فيديو هدوس مثلا على كلمه زي ما قلنا من شويه هلاقي في حاجه اسمها element class كلاس هدوس عليه هتلي بيقول لي element كلاس ده عباره عن ايه عباره عن كلاس البناء بتاعته عب كل دي كلها الهيراركي بتاعه element يعني element ده جاي من حاجه اسمها اوديسك وتريفيت دوت دي بي هتلي بيقول لك تحت البروبرتيز بتاعه element دي او الميمبرز بتاعته دوس عليها دي كلها البروبرتيز اللي انا ممكن استخدمها حاجه اسمها مثلا ديليت انتيتي حاجه اسمها الاي دي لو دخلنا مثلا عملنا اي دي سيرش على الاي دي يجيبوا لك هنا الاليمنت اي دي مثلا لو احنا جينا خلينا نجيب اكثر اليمنت اي دي هنا في حاجه اسمها اي مثلا طيب لو احنا مثلا عايزين نجيب اليمنت تايب طيب لو ناخد بالنا احنا قلنا حاجه ان احنا بنشرح ان الاليمنت تايب بنهيرت من اليمنت هو اللي بيقول لك فعلا ان هو بنهيرت من اليمنت علامه الكولون دي او النقطتين فوق بعض مع ان هو الحاجه دي او بينهرت منها مع بيحتوي على نفس الخصائص وزاد عليها خصائص ثانيه فهنا هتلاقيه بيقول لك بيوضح لك ان هو بينهرت من قلبه عشان كده عملنا از المنت تايب لو بصنا على الميمبرز برضو نقدر نشوف يقول لك جميع العناصر بتاعتها طيب انت حاسس ان الموضوع مثلا ان الدنيا ملخبطه شويه في حاجه ممكن تعملها ثاني اه في حاجه هنقول عليها في المحاضره الثالثه في حاجه اسمها اوت ديسك ديفلوبر جايد ده بيبقى احسن من كده وبيبقى اسهل بكده بكتير اللينك بتاعه برضو ممكن هجيبه لكم لو دوست اوتو ديسك جايد هو موجود في الريفرنس تحت خالص دوست على اللينك ده كده فتحته ليه بادئ معاك من اول بقى خالص انتروداكشن بيعرفك افتح من اول خالص يقولك لك ايه ريفت اي وازاي تستخدمه وهالورد في اي بي والكلام ده كله لو انت فتحت فتحت الموضوع ده فيها كل حاجه بالتفصيل لو انت مثلا جيت هنا عايز تشوف التقسيمه بتاعه العناصر او الابلكيشن والدوكمنت يقول لك هنا الفرق ما بين الابلكيشن وما بين الدوكمنت والاوامر بتاعت كل واحده وجيت على الاليمنت الكلاسيفيكيشن هتلاقي هنا مقسم لك كان احنا كنا بنقول ان في حاجه اسمها كاتيجوري وحاجه اسمها موديل كاتيجوري وانتوشن كاتيجوري وهتلاقي هنا بيقول لك تطبيق على الكلام ده لو انت عايز تعمل كود بيها امثله عليها وبعد كده هيقول لك مثلا لو انت تستخدم الكاتيجوري تستخدمها ازاي وبعد كده نفس الكلام على الفاميلي يبقى لك الفاميلي والتقسيم بتاعت الفاميلي نفس الكلام بعد كده على الإيمنت الطيب وهكذا. يبقى كل حاجة ممكن من خلال الديسك ديفيلوبر جايد أقدر ال... إن ال... أنا ال... 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 أشوف من خلاله أو لو أنا عايز أفتح الريفت أي دوكيومنتيشن ممكن من خلال الريفت أي دوكيومنتيشن برضه أشوف الأوامر اللي أنا عايز أعرفها. تمام طب في سؤال على الشات اللي ما إيه السي شارب إيه الميزة فيها أو بتضيف في إيه أحسن من الداينامو والبايسون؟ طيب هو الداينامو ممكن يبقى افضل لو انت مش ناوي تدرس برمجه يعني انت مش عايز تخصص البرمجه مش عايز يعني انت مش غاوي انك تعمل كودنج بايدك كبروجرامنج يبقى اسهل ليك كانجينير الموضوع بيبقى فيجوال الداينامو ده عباره عن فيجوال بروجرامنج يعني برمجه بس بشكل بشكل مرئي ما بتكتبش كود بشكل مباشر بتعمل شويه اوامر بس بشكل ظريف شويه هي بتحول الاوامر دي لكود او بتروح تتكلم مع ريفت باي بالكود في اسهل ليك لو انت مش عايز تعمق في موضوع الكود طيب ليه طب ما انا لو كده طب ما استخدم داينامو على طول لا هو الداينامو ليه ليميت معين يعني انت عشان تعمل حاجه قويه جدا ريفت بي اي ما تقدرش تعملها تاني ثاني حاجه انت, انت اخرك في الداينامو تعمل سكريبت السكريبت ده ممكن ترنه مثلا في وقت معين وخلاص لكن الريفت بي اي انت ممكن تعمل ابلكيشن كامل الابلكيشن ده لو انت فتح الريفت تقدر تعمل منه حاجات كتير جدا يعني لما نتكلم في المحاضرة جايه مثلا انت ممكن تتعامل مع الاكسل ممكن تتعامل مع مع كذا برنامج من خلال الكود الداينو ما يقدرش يعمل الكلام ده طيب البايسون ليه سي شارب مش بايسون؟ لان السي شارب هي الرغ... اللغه النيتف اللي اتكتب بيها ريفت باي معنى ان الاوتوديسك نفسها بتسبورت السي شارب او بتتعامل مع الدوت نت فريم ورك بتاع مايكروسوفت بتاع السي شارب البايسون اللي عمل مكتبه البايسون مش اوتوديسك يعني انت لو كتبت على حاجه اسمها باي ريفت دي مكتبه معموله بالبايسون بتتعامل مع ريفت باي بس ده اللي انا عاملها يعني بروجرامرز عاملين المكتبه دي مش من اللي عاملاها طيب ايه المشكله في كده ما فيش مشكله ولا حاجه لو انت بتستخدم بايثون وعايز تستخدمها استخدمها بس انا عايز اقول لك ان هي عباره عن رابر للسي شارب معنى ايه ان انت النيتف او الاسرع بالنسبه لك ان تتعامل مع سي اللي عملت البايثون المفروض ان هي عباره عن رابر للسي شارب يعني انت تكتب حاجه البيسون بتروح تحولها لكود يتعامل مع دوت فيلم ورك وبعد بتروح تحولها لفت بي فالموضوع بيبقى يعني ممكن يكون ابطا سنه بس الفكره لو انت كده كده بالنسبه لك البايثون بالنسبه لك اسهل لان البايثون بالنسبه لمعظم الناس لو ما عندهمش خلفيه برمجيه هي اسهل لغه موجوده فالبايثون لو انت هتبدا من اول خالص ومش عايز تتعلم حاجه لغه صعبه مثلا السي شارب او اللغات الثانيه فانت ممكن تبدا بالبايثون وتتعلم الباي ريفت لو في فرصه في محاضرات بعد كده ممكن نعمل ورك شوب عن الـ عن الريفت باي يوزنج بايثون مش هنغطيها في, في السيشنز دي احنا يعني بنتكلم عن السي شارب آه، تمام يا ريت يا ريت ان شاء الله اول ما نخلص السيشن دي ندخل فيها وكان في حد بيسال المحاضره الجايه امتى والمحاضرات كلها ورا بعض كل يوم ثلاث آه، اربع نفس آه، كل يوم اربع معلش متلخبط آه. كل يوم اربع تمام آه، في هل في السيفي 3 دي نقدر نعمل نقدر هل في السيفي 3 دي بنقدر نعمل فيه اوامر زي الريفت أو, او نقدر نعمل في سيفي سري. سيفي سري. البرمجه دي ممكن في اوتوكاد في نفس اه ممكن ممكن اه ممكن في سيفل 3 دي اي في نفس الكلام وهتلاقي فيه في ديفلوبر جايد برضو للسيفل 3 دي على الاوز ديسك ممكن تشوف الكلام فيها لو انا عايز اتعمق في الموضوع اكتر تمام ايه المفروض اعمله او ايه اول ستيب قبل ما ادخل في الاي بي اي على طول يعني عشان اطور من نفسي يعني انا فهمت المحاضره يعني طبعا بنسبه يعني بنسبه كبيره بس عايز بقى يعني ابدا بدايه صح طيب انت حضرتك حضرتك عندك بر... بر... حضرتك بر... بر... برمجيه قبل كده ولا لسه؟ لا لا ما عنديش طيب يبقى الافضل يعني زي ما قلنا في الاول حاجتين لازم الاول تبقى كويس الريفت مش شرط توب بس تبقى يعني الافريج الليفل بتاعك متوسط او انترميديت دي حاجه الحاجه الثانيه ان انت تتعلم برمجه البرمجه دي سواء انت مثلا لو بالنسبه لك يعني انت ممكن تبقى تتعلم سي شارب لو حسيت الموضوع صعب ممكن تتعلم بايثون هي اي الاثنين ممكن تكتب بيهم ريفت باي مش تفرق كتير فانت الاول يعني لازم تبقى كويس في الريفت دي حاجه، الحاجه الثانيه اتعلم لغه برمجه، لغه برمجه لحد فين؟ لحد ان انت تبقى فاهم الكونسبت بتاعت الاو او بي، الاو بي دي حاجه اسمها اوبجكت اورينت بروجرامنج اللي هي باختصار عشان ما نطولش اللي هي الكلاسز اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي الانترفيسز اللي هي الانهيرنتس الكلام اللي احنا عندنا نقول من شويه ده عباره عن مفاهيم داخل الاو او بي، فانت لو انت تدرس لغه برمجه السي شارب مثلا ممكن تقسمها متقسمه البيزك بتاع السي شارب بعد كده الاو او بي بعد كده ادفانسد وهكذا، انت يكفيك انك تدرس البيزكس بتاعتها والمفاهيم المفاهيم بتاعه الاو بي او الاوبجكت اورينتد بروجرام الريسورس اللي انت ممكن تعمل بيه حاجه زي كده خلينا في المحاضره التالته ان شاء الله انا كاتب ريفرنس كتيره تحت ممكن لو حد عايز يستخدمها هنقول عليها ان شاء الله